على قوه، ربنا يكرمنا ويعافينا باذن الله ان شاء الله. ايه ده؟ مفيش حاجه تيجي كده. ايه التليفون يا حاجه؟ وبيوطي البتاع ده، ما تقفلوش، وطيه بس. حاضر. مفيش حاجه تيجي كده. الو الو، اهلا اهلا يا مولانا، اهلا فضيلتك، بارك الله فيك، والله دايما على الخاطر. لا معلش، انت تعذر يا مولانا، ما هي مشاغل الدنيا بقى. لا على كل حال، انا ان شاء الله باذن الله هحضر الدرس، وبعد الدرس هيبقى معايا ما يتيسر يعني. هو مفيش حاجه تيجي كده. لا انا مؤاخذه يعني، ده رزق من عند ربنا، وربنا يكرمنا، وزي ما انت قلت لنا وعلمتنا يا مولانا، من فرج على مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عليه يوم القيامه. ربنا يبارك فيك وفضلتك ويخليك لينا. هنشوف ساعتك بعد الدرس ان شاء الله. الف سلامه فضيله الشيخ، الف سلامه، مع السلامه. طب يا حاج السلام عليكم بقى. لا استنى، السبحه يا حاج. السبحه كنت هتنساها. ربنا يبارك فيك ويكرمك، ربنا يخليكي دنيا واخره بحاجه. ربنا يخليك ويوسع رزقك ويغنيك بحلالك عن حرامك ويغنيك من الفقر. انما الغنى من الفقر ده يا حاج اهم حاجه. ربنا يوسع مخك يا اميره يا طيبه. ربنا بقول لك يا حاج، انا نازل وبيقفلي بقى البتاع ده، مش لازم. السلام عليكم. صباحك فل ونهارك ابيض يا زكي بيه. لا بيه بيه، ده انت باشا، اقسم بالله انت باشا. لا واسمك زكي باشا الدسوقي، سبحان الله. انا مش عارف ليه جلاله ملك مصر والسودان ما ينعمش عليك بالبشويه. ايه، ما كانش معاك خمس بواكي اذ ربما يعني؟ ما لحقتش اذ ربما، لأن التتار هجموا القراصنة، عملوا انقلاب وأكلوا التورتة. ما اسموش انقلاب يا زكي باشا، اسمها ثورة، الثورة المباركة. وبعدين دوام الحال من المحال، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الأرزاق وبيدي الخلايق، إذ ربما يعني، ولا إيه؟ إنما شيك قوي اللي أنت لابسه ده يا عزام بيه. سينيه كله طبعا، كرافات من ايطاليا والجاكيت من باريس. بس الجزمه، عدم المؤاخذه، الجزمه بقى مستوردها البوتيك بتاعي من سويسرا، اجلاسيه، جلد محتبر. الجزلان ده هو اللي في جيبي ده، ده بتاع عمك المرحوم ابويا الحاج سوهاج الكبير رحمه الله عليه. انا بتفاجئ بيه دايما، شايله معايا. وبعدين بصراحه هو ده اللسان اللي ناقصه فصاحه يعني. اللي هي ايه دي؟ الفلوس، عدم المؤاخذه، اللي جوه الجزلان فلوس. انت هتقول لي فعلا لله في خلقه شؤون ونعم بالله. اتفضل يا سعادة الباشا. لا اتفضل جنابك. لا ما يصحش، العين برضه ما تعلاش عن الحاجب. عليت يا عزام بيه، عليت. اتفضل. يا
ازيك يا اسحاق؟ ده يلا تكون بخير. الحمد لله يا سعاده البيع على كل شيء. اعمل لك القهوه حالا واجيبها. اتفضل يا سعادة البيه. شكرا. شوف مكتوب ايه هنا يا سيدي. قال ايه؟ الجياع قادمون. ده مؤاخذة يا سعادة البيه يعني. ايه ده، انت بتعتذر على انك بتضحك ولا ايه؟ لا يكون فيها اساءة ادب ولا حاجة يعني. انت بتعتذر من باب الاحتياط؟ بتضحك على ايه؟ يا سعادة البيه انت بتقول الجياع قادمون، ما طول عمرهم موجودين. ايوه عندك حق، طول عمرهم موجودين في مصر، بس كمان الغلاء ما كانش متوحش كده. يا سعادة البيه الحياة صعبة صعبة، والفقير طول عمره فقير، بس الدنيا زمان كانت أرحم شوية. ودلوقتي الحياة بقت صعبة مش كده؟ صعبة صعبة قوي يا سعادة البيه. زمان كنا نقدر نعيش بكام قرش كام قرش ايه؟ النكلة كان ليها قيمة. بس كمان ما ننساش ان زمان كان في اقطاعيين كتير بيلعبوا بالملايين لعب ويصرفوها على ملذاتهم. وراح زمانهم يا سعاده البيه، والدنيا سودت اكتر. في واحد في الحته عندنا عرض عياله للبيع، انكتب دي في الجرايد. الله 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 الله، مش عجباني نبره الحقد اللي في صوتك دي. يلا يلا روح شوف شغلك، ربنا يرحمنا كلنا. ارحم يا رب. كريا ليسور. مبروك يا بوسبس. الله يبارك فيك. ولو اني يعني كان نفسي اجيب مجموعة واكمل في الجامعه. جامعه مفيش مشكله ان يخشها اولاد الناس، وطبعا مفيش مشكله ان يخشها اولاد اللذينه اللي زينا. انت بتقول ايه؟ قصدي ان المشكله ساعات ما بتبقاش في المجموعه، ساعات بتبقى في الطبقه، في الاصول، مهنه الاب مثلا. انت اتضايقت يا طه عشان الكلمتين اللي هايفين اللي قالهم لك المحامي؟ هو بصراحه مش لوحده يا ابو سين، انا من ساعه ما نجحت في امتحانات كليه الشرطه وكل السكان مش طايقني، كانهم مستغربين قوي ان ابن المكواجي ولا ابن الجزمجي ولا ابن حتى البواب ممكن يبقى في يوم من الايام ظابط. عارفه ليه؟ ليه؟ بيقول لك لو خدوا سلطه هيستعملوها في تعويض مركبات النقص والعقد النفسيه التي تسببت فيها نشاتهم. مين اللي قالك الكلام ده؟ واحد من سكان العماره كان داخل امبارح مع المحامي، وفي اخر كلامه لعن الثوره لان هي اللي دخلت مجانيه التعليم. سيبك من اللي بيقولوه، ان شاء الله ربنا هيكسفهم ويخيب ظنهم لما كده النجوم تلالي على كتفك والطبانجه الميره تزين حزامك. انا عندي امل يا ابو سين ان شاء الله ان ربنا يحقق احلامي، طالما انا بتقي الله وبصون فروضه بتجنب الكبائر ان شاء الله. ولو اني يعني انا زعلانه منك. من غير ما اعرف انت زعلانه من ايه. الا زعلك انت الا بوسبوس. كان لازم تقول احلامنا تتحقق احنا الاثنين، مش احلامك لوحدك. ما دي بصراحه بقى غلطتك انت. ازاي بقى؟ مش انت اللي دايما تقولي ان انت انا ما كملتش ليه؟ وانا انت مش احنا اتفقنا نشيل حروف العطف؟ خلاص تعالي نسلب احلامنا وبلاش نخاف من بكره، حلم يضمنا عش واحد. بس بلاش تقول لي عش العصفوره يقضين. لا لا يا طه، انا عايزه شقه، مش عايزه اوضه فوق سطوح. لا طبعا، حضرة الضابط طه الشاذلي وحرمه لازم يبقى عندهم طموح لتحقيق كرامة، أو كرامة لتحقيق الطموح. طبعًا مش ممكن نسكن في أوضة فوق السطح كانت بيت لكلب شرس من كلاب البهوات والبرنسيسات. ها، تحلمي بإيه تاني؟ لا، كفاية الحلم ده مؤقتًا. لا استنى. يا ريس. بعدين. تمام كده؟ اتفضلي. احلامي بقى ان ده فستق مملح يا طه. طب قشر لي بقى. انا لقيت نفسي عقلي هيشت يا مولانا، ما
بنت راحة جاية قدامي وأنا مش عارف إيه اللي جرالي، لدرجة أنا في الآخر قلت أرفدها، وبعدين في عقل بالي قلت لا ده حرام ده يغضب ربنا، فأنا عشان كده قلت للواد ابني فوزي ياخدها يشغلها معاه هو في مكتبه. وبيني وبينك عم الشيخ أنا مكسوف، مكسوف قوي من اللي حصل لي ده، أصله أول هام ده ما ينفعش معايا في السن ده بتاتا البتة، تاني هام أنا عمري ما عملت حاجة تغضب ربنا أبدا، أنا لا عمري شربت خمرة ولا زنيت ولا عصيت ربنا في حاجة أبدا بتاتا البتة. منذ متى شعرت بهذا العنفوان المفاجئ يا شايب؟ شايب والله اللي حصل لي ده مولانا وأنا مكسوف وأنا بكلمك بقاله كام شهر كده حكاية ربنا ده أنا مش عارف، وبعدين سألت جماعة أصحابي قالوا لي دي حلاوة الروح حاجة كده وهتعدي، وبعدين أنا زي سلو بلدنا وناسنا في الصعيد اتجوزت بدري، يعني أنا حميت نفسي بالجواز بدري، إنما أنا كمان شفت ناس بعينيا دول كانوا بيلعبوا بالأنارب لعب ملايين، وبعدين كل ده راح منهم بسبب الشهوة والمعصية. وأنت بدورك تخاف على نفسك وعلى ثروتك، سبحان الله يا حاج، ولماذا تضيق الأمر على نفسك وقد وسع الله عليك؟ لماذا تفتح الباب للشيطان حتى تقع في الخطيئة؟ يجب أن تعصم نفسك كما أمرك الله. سبحان الله. طيب إزاي؟ دليني يا مولانا أعصم نفسي إزاي يعني؟ لقد أحل الله لك الزواج بأكثر من امرأة على أن تعدل. يعني يا مولانا انت شايف ان انا اتجوز تاني؟ توكل على الله وسارع الى الحلال قبل ان تسقط في الحرام، تزوج واعدل بين زوجاتك، ان الله يحب ان تستحل رخصه. يا سبحان الله، يعني انا من حقي والدين مديني الفرصة ان انا اتجوز تاني وحلال، بس اتجوز تاني محتاجة تفكير، مسألة صعبة. يا فوزي بيه؟ تحت امر ايه وبتاعي؟ تحت امر ايه؟ ايه ده؟ ايه المكتب ده؟ في كده في الدنيا؟ وبعدين بيه مكانها مش هنا، ليه اتحط هناك؟ ليه فوضى؟ انا ما اسمحش بالفوضى ابدا. في ايه بس يا فوزي بيه؟ انا مش فاهم حاجه. مش فاهم حاجه؟ مش فاهم حاجه ازاي؟ الملفات كلها فوق بعضها، مش عارف اشتغل، مخي دخل كله شمال. انت كنت عند الحاج بتعملي كده؟ كنت عايشه في فوضى كده؟ فوزي بيه حضرتك مش ملاحظ ان انا لسه جديده؟ بليز اديني فرصه. انا قلت لك، قلت لك قبل كده مدي شغلك شويه عشان تعرفي تاخدي على الشغل وتعرفي تظبطي شغلك. انت بقى اللي فضتي، اقول لك ايه يعني؟ اوكي هاوت، مع ان ظروفي ما تسمحش، بس على وعد منك ان انت ما تزعقليش تاني، لان انا انسانه حساسه قوي ما احبش حد يجرح مشاعري. كله الا مشاعرك، كله الا مشاعرك، انا ما اقدرش اجرح مشاعرك ابدا ومش هزعلك تاني، ما تقلقيش. برومس. بس طبعا بعد ما نشوف شغلك، يعني نشوف شغلك الاول بعدين نحكم على الحاجات. طيب تحب اوضبهم لك دلوقتي؟ لا لا بلاش تعملي حاجه، انا هعمل كل حاجه بنفسي انا. اوكي as you like. عن اذنك. اتفضلي. يا مولانا انا اتوضيت واحسنت الوضوء وبعدين صليت ركعتين لله تعالى واستخرت، والحمد لله أنا استقر رأيي على أن أتجوز إن شاء الله على سنة الله ورسوله. الحمد لله، وكويس أنك استخرت، ثم تنظر بعد ذلك إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. أنا ما أخبيش عليك يا مولانا، أنا استفتيت كمان قلبي وعقلي، لأن أنا بيني وبينك حسيت أن المعصية والعياذ بالله بتقرب مني، فأنا قلت أبعدها عني
وربنا يكفيني الشر واتجوز على سنة الله ورسوله. إذا لم يتبقى إلا أن تتوكل على الله وتختار العروس. أيوة، ما هي دي بقى المشكلة والمعضلة الكبيرة في الموضوع يا مولانا. لماذا؟ أليست من كادت أن تسلبك عقلك آنسة؟ لا، السكرتيرة. لو أنت مولانا كنت فاكر أنا ممكن أتجوز السكرتيرة دي، ده أنا بفكر أتجوز عشان أبعد عن أمثالها وهكذا دوريك يعني. لماذا؟ هي امرأة لعوب؟ وكيف تقبل أن تعمل لديك امرأة لعوب؟ أنا موتش عليها كده، بس بيني وبينك يا مولانا أصل البنت دي مش محتشمة يعني، وبعدين صغيرة، صغيرة في سن أوي، وعدم مؤاخذة بتلبس، هي مش بتلبس، هي حاجات على الموضة لا قدر الله، اللي محزق واللي ملزق وحاجات ليس إلا يعني. آه طبعا، وأنت تريد بالطبع امرأة غير مكشوفة الوجه وغير مدللة ولا متبرجة تأمن بها على عرضك. شوف يا حج، العاقلات الوقورات كثيرات. على كل حال مولانا، انا هكلف معارفي واصحابي يدوروا معايا، بس المشكله بصراحه ربنا مش في كده دلوقتي، المشكله في اهل بيتي. هل انا هقول لهم ولا اتجوز من غير علمهم؟ ودي مساله صعبه قوي انهم يوافقوا عليها يعني. لا، أنا أرى ضرورة اقتناعهم وموافقتهم ما دمت ستتزوج في النور وعلى سنة الله ورسوله. أيوة، ما أنت بتقول كلام يخش العقل، بس حكاية إنهم يوافقوا إن أنا أتجوز دلوقتي دي صعب، صعب يا مولانا أوي. شوف يا حج، سأترك لك موضوع الحجة، أما فوز ابنك فاتركه لي، عليك فقط أن تبلغه أنني أريد أن أقابله في أقرب وقت. أنا لسه هبلغه، ما احنا فيها على خيرة الله، أكلمه دلوقتي على طول ويجي، وبعدين أنا بالسبيد ضيال عامله على نمرة واحد يجي لنا. ممكن دلوقتي؟ ممكن. حلو، خير. أيوة فوزي، ده فين يا ابني؟ ده أنا قاعد في حضرة مولانا الشيخ العظيم عمك السمان. آه والله، الله يبارك فيك، ده هو عايزك، عايز يشوفك. يبدو ان في موضوع عنده مهم قوي يخصه هو، يعني عايز يتكلم معاك فيه. تعالى يا ابني بسرعه. يلا يا ولد. انا لسه، انا خارج عندي مشوار كده وجاي على طول. اعمل حسابك بقى النهارده بالليل في جلسه عمل مطوله هنا في المكتب عشان نحط النقط والحروف بقى. ينفع نخليها عشاء عمل؟ يا ريت جدا، انا موافق. طيب بليز بلاش النهارده. ليه بس يا هدى؟ ليه؟ ظروف. خلاص قدام ظروف بقى، براحتك اللي تشوفيه. طب انا ماشي، انت مش عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك. الله يسلمك، الله يسلمك جدا. هتغيبي؟ ايوه انا لسه داخله، هاخد حمام واغسل شعري. حد ياخد حمام الساعة 2 صباحا؟ ده ايه الجنان الرسمي ده؟ خلصي بقى يا دولة، تبوس ايدك، انا تعبت، هنفجر. وطي الكاسيت شويه واسمعيني. اوه، ايه المورستان اللي انت عامله ده يا زكي؟ يلا اتفضل بس بسرعه. حاضر حاضر.
سوري يا زكي، معلش. لو كان بابا ما باعش قصر الزمالك بعد الثورة ما كانش بقى فيه مشكلة. كان فيه 40 حمام. يعني انت قصدك ان العيب في الثورة مش ان حضرتك اجرتي شقتك مفروشة؟ الله، وانا اجرتها مفروشة ليه؟ مش عشان مفلسة؟ انت كنت تتصور ان حالتنا كانت هتبقى كده؟ يا دولت، لا طبعا ما كنتش اتصور بالمرة. يا سلام لو كان الواحد اتولد من 50 سنة مثلا كان الحال بقى غير الحال. طبعا كان بقى غير الحال. 50 قول 60 70 كنا عشنا وموتنا قبل ما الثورة دي تيجي. أو لو كانت الثورة ما قامتش أصلا، يا كان يبقى هايل. أو لو كان الملك قدر يقبض على الضباط الأحرار دول قبل ما يعملوها، دي أساميهم كانت معروفة بالاسم لسه رايا يا دولة. أنا عارفة. أنت عارف رؤوف قال لي؟ رؤوف مين ده؟ رؤوف كوسي الأولاني. أصل الحكاية دي حصلت من زمان قوي. معلش، رؤوف قال لي إن الملكة نريمان جابت منشور من منشورات الضباط دول وحطتها على المخدة على سريره، ولا اهتم ولا أرى ولا حاجة. تفتكر ليه؟ لأن جلالته كان مهتم بالبكرة والبوكر زي ناس نعرفهم. بس في فرصة تانية برضو ضاعت. فرصة ايه؟ لو كان محمد نجيب كمل في الحكم شوية ورجع العسكر للسكنات بتاعتهم والسياسيين مسكوا البلد، ما كانتش محكمة الثورة حكمت على الباشا والدك بالفساد السياسي، ولا كانوا خدوا الأطيان بتاعته ودوها للفلاحين. وكنت انت بعد ما رجعت من باسة بغي كان بقالك شأن كبير، كنت بقيت وزير رئيس وزراء زي بابا. وانا الدلوعة كان يجرالي اللي يجرالي دلوقتي؟ ابقى مفلسة كده ومكتئبة ووحيدة. اللي قلقني ان ده المرض النفسي الوحيد اللي معدي. ايه هو ده؟ الاكتئاب. عشان كده جان بول سارتر قال الجحيم هم الاخرون. بقى ده رأيك فيا اني مكتئبة وحعديك باكتئابي؟ بقى عايزني اعمل ايه؟ اتصرمح زيك؟ بقى ده ينفع؟ لا ما ينفعش. بس انا بقى عايزك تتخلصي من الكراكيب بتاعتك. كراكيب؟ كل الكراكيب. الكراكيب العاطفية والنفسية والعقلية والقلبية، كل الكراكيب. كراكيب الذكرى والأشخاص، الكراكيب القديمة، الأنتيكات، الأوراق الصفراء، النجف، السجاد، الأفكار. قصدك الماضي يعني؟ البكاء على الأطلال والفرص اللي ضاعت، الأحزان اللي اتمخرت والفشل اللي تم، الأيام اللي مرت، التليفونات اللي اتغيرت، العناوين اللي اتمحت، الذاكرة اللي تعبت، الخوف اللي سيطر، الحزن اللي استقر. مش كل فازة قطعة أثرية لازم نحافظ عليها، ومش كل حتة كريستال ليها خصيتها ما نقدرش نستغنى عنها حتى لو تعرضت للكسر. وبوزة قال لتلاميذه، السعادة في الحياة بيصنعها الإنسان لما بيبص حواليه ويخلي الحاضر بتاعه مستقبله. وزكي الدسوقي بيقول لك ارمي الكراكيب بتاعتك في أول صفيحة زبالة قبلك، وافتح الشبابيك وغني وتصبحي على خير، وتصبحي على ألف خير. واوعي اوعي تصبحي على أي حاجة غير زقزقة العصافير. إن أمكن يا ريت. ما تحكي لي يا ليندا. صباح الخير. لا مش حضرتك المطلوبة. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اظن تقريبا مؤكد احتمال يعني ان هنا بسم الله ما شاء الله قلم العطور. قلم؟ يوه احنا مش في الحكومة. لا قسم العطور مش كده؟ هنا قسم العطور تحت امرك يا فندم. تحت امر مين؟ ده احنا اللي تحت امره. تحت امر مين؟ العطور. اصل العطر هو اللي بيختارنا مش احنا اللي بنختاره. طب ما تختاريني. قصدي اختاري لي حاجه للصبح ولا لبعد الظهر؟ شوفي لي اللي انت تحبي تختاريه، بس المهم يكون فواح ريحته كده تخترق الانسان. اوكي. حاضر. ده افتر شيف.
هيعجب حضرتك قوي. الله الله، ده فواح ونواح ورواح، وربنا يكرمنا جميعا بإذن الله. ده أجنبي؟ أجنبي أجنبي، ماشي. عندك حاجة غيره؟ يا فندم، أنا عندي حاجة تانية ممكن أوريها لحضرتك. أوضة تواليت. ثواني. ده؟ لا، ده حلو قوي، هيعجب حضرتك جدا. ده ريحته هايلة. شم حضرتك؟ ما لسه بنشم. ربنا يشممنا من نسائم الجنة إن شاء الله. ده حاجة حلوة قوي، الحمد لله. عجب حضرتك؟ كل حاجة من إيديكي بتعجبني، بس أنا بجد أصل الشيخ السبمان لا إله إلا الله، اللهم اكتب لنا الحمد لله بإذن الله إن شاء الله. يا عم الشيخ كده بالصلاة على النبي. ما شاء الله ما شاء الله، وصفك هذا يعني أنها رعبوبة. نعم. قسيمة، ممشوقة، زجاء، بطة. بس بقيت اللي انت قوله ده مولانا بصراحة ربنا مش فاهم منه حاجة. واحدة وفاهمني انت قصدك ايه بالظبط. رعبوبة تعني انها بيضاء، قسيمة اي وافرة الحسن، ممشوقة اي نحيلة الخصر مع امتداد القامة، زجاء تعني انها رفيعة الحاجبين كأنهما خطا بقلم، وبضة تعني أنها ناعمة البشرة. ناعمة قوي يا مولانا، وأنا أحب النعومية دي قوي. ناعمة وبيضة زي السمكة اللي قدامك دي. مد إيدك يا مولانا، مد إيدك وكل كل. طمني الأول، أهي فرعاء؟ لا، قرعاء. إيه؟ أنا لم أقل قرعاء، أنا قلت فرعاء، أي أن يكون شعرها طويلا. ومش بس شعرها، مناخرها وودنها ورقبتها وصابعها وسطها وكعبها. انتظر، كعبها؟ حتى كعبها رمقتها؟ اصل كعبها مش متشقق. انا عقدتي طول عمري بالنسوان اللي انا عرفتهم كعبهم مقشفه ومشققه، انما دي بسم الله ما شاء الله. بصراحه ربنا مولانا الست دي مية مية. انا يبدو والله اعلم ان انا اتخميت في جوازتي الاولانيه. انا بس عايزك يا مولانا تتكل على الله وتاكل. انت شكلك ضعف، خد حبه الكابوريا والجمبري دول علشان تسمح لنا ان شاء الله بالبركه كده نتكل على الله ونعوض الجوازه اللي فاتت. شوف يا اخ حميدو، انت طبعا عارف ان اساس العلاقه الزوجيه هو الاستقرار والاستمرار، والإسلام الحقيقة أحاط هذه الرابطة بكل الضمانات اللي بتكفل استقرارها واستمرارها. والحقيقة الحاج عزام وليست مجاملة، راجل واضح وصريح وكلمته واحدة، ولكن لابد أن نتفق على كل التفاصيل أولا. الله 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 عليك يا عم الشيخ، ونعم الأولى. الله يخليك. على كل حال، هما بيقولوا اللي أوله شرط آخره نور، وأنا الشرط الأولاني بالنسبة لي مهم أوي، إن الست إذا اتفقنا وأراد ربنا يعني إن شاء الله هتيجي تعيش معايا في مصر في مكان لوحديها مقفول عليها. جميل يا حاج. وبالنسبة بقى لابنها الصغير اسم الله عليه، هيعيش هنا مع ست والدتك. أيوة حاج، بس الواد لسه صغير ومحتاج لأمه، مش معقول يعني يعيش في بلد وهي في بلد تانية خالص. يا سيدي، ما أنا مش هحرمها منه، مش ممكن أعمل كده. أنا هسمح لها تبقى تيجي تزوره برضه كلما تيسر ذلك. وطبعا أنت يا حاج مشكورا، هتتكفل بمصاريف الولد كلها، مش كده؟ طبعا، كل مصاريفه مما جميعه في رقبتي عندي انا. كويس قوي. طيب وماذا بخصوص الشبكه والمهر؟ ممكن نخلي الشبكه ب10 بواكي، 10 مش 5، لا 10، 5 و5. وعلى فكره لو زادت شويه كمان مفيش مانع. انما بخصوص المهر بقى، فانا شايف ان انا هدفع 20 باكو وربنا المعين. استبينا. بس بخصوص المؤخر ان شاء الله. يا راجل اذكر خير، انت ليه بتقدر البلاء قبل وقوعه؟ استغفر الله. على كل حال، لو حصل لا قدر الله الانفصال ده، مش هدفع اكتر من 5. بس المهم عندي ان الجواز ده هيبقى سر
مفيش مخلوق يعرفه، ده أهم شرط عندي. وبنبهك لحاجة، لو الحاجة صالحة بالذات، الحاجة صالحة شمت خبر بس، هطلق من غير لا كلمة ولا أي حاجة، وهسرح بمعروف على طول. لازم يكون ده معلوم عندك. لا لا إن شاء الله من ناحيتنا اطمن، مش هنقول لحد خالص. وبعدين سعاد عقلة وفي حالها، مش بتاعت لد وعجن يعني يا حاج. طيب يفضل حاجة أخيرة بقى، أنا يا ابني لا سني ولا ظروفي يسمحوا إن أنا أجيب عيال تاني، فأنا مش عايز عيال نهائي بتاتا البتة. لازم يكون ده مفهوم برضه. أنا ما أقدرش أقول ولا لأ إلا لما أرجع لصاحبة الشقة وأشاورها. أنا كل حد بقول لك إيه، كان كان ما كانش خلاص، يا دار ما دخلك شر ليس إلا مش عايزين. إن شاء الله سوف تقبل، فهي لديها طفل تشعر معه بنعمة الأمومة والحمد لله، والحج له ولد كبير يرى فيه امتداد حياته وذكراه، وربنا يا سيدي يتمم بكل خير. نقرأ الفاتحة. لماذا لم تحدد موعد عقد القران يا حاج؟ عقد قران ايه؟ مش لما نتفق الأول والست توافق على شروطي، وأول شرط عندي عدم الخلفة نهائي. يا راجل كنت اعتبرها وافقت، لا أعتقد أنها سترفض، وما قاله حميدو تقدر تعتبره كومو فلاش. فلاش يا أخوة، بقولك يا مولانا، ده أنا بفهم بالعربي بتاعك بالعافية، عايز كمان تكلمني بالأجنبي؟ أنا أقصد أنه نوع من زر الرماد في العيون، وعلى العموم سيبها يومين كده واتصل اطمن، وربنا يوفق إن شاء الله. ده تاجر بيتجوز، والحكاية بيع وشراء يا حميدو، ودي حاجة ما تطمنش. ايه اللي بيخليكي تقولي كده؟ عشان يعني مش عايز يخلف؟ لا عايز يخلف، ولا يدفع مهر كويس، ولا عايز يعرف مراته، يبقى كده الحكاية فيها سر. سبحان الله في طبعك، وانت عايزة مراته تعرف ليه؟ هتستفيدي ايه؟ مش مسألة تعرف ولا ما تعرفش، بس المهم نيته هو. وبعدين يا امي دي شكلها كده اكنها يعني جوازة عرفي، ولا زي اللي بيقولوا عليه ده جواز المتعة. حقوقك من صانع سعاد، هو الحكاية وما فيها بس ان الراجل مش عايز وجع دماغه ومشاكل. ايوه بس انا ما اقدرش اسيب تامر، انا لا يمكن ابعد عن ابني ابدا. ما تقلقيش يا بنتي، هتقلقي عليه وهو معايا. ما تشيليش هم يا حبيبتي، تامر في عناي. ولا عايزين اقول لك ان اعزم الولد ورد الولد؟ وبعدين الراجل متيسر، يعني اكيد هيخصص لك عربيه تجيبك وتوديك تشوفي تامر براحتك. بصراحه يا سعاد الراجل رايق، فانت من ناحيتك سهليها شويه. وانت عرفت منين بقى يا سي حميد ان الراجل رايق؟ باين خالص من كلامه. وبعدين ما تاخذنيش يعني لو مش رايدك ومتمسك بيكي، ايه اللي هيجيبه لحد هنا ويختارك انت بالذات؟ معلوم يا ابني عندك حق، راجل غني ومقتدر، البنات حواليه اشكال والوان، يعني لو كان عايز يتجوز بنت بنون مش هيغلب يا بنتي. على العموم احنا مش هنضغط عليكي، فكري براحتك، والراي رايك في الاخر، وربنا يقدم ما فيه الخير ان شاء الله. أنا الوحيد اللي اتفاجئت بيه، تصور؟ شيء غريب والله يا زكي. قول لي الأول، أنت مش قلت لي إنك أنت وكيل أكبر شركة ألماني بتنتج الشريحة دي؟ أيوه، وكوني آخد المنتج ده شيء مفروغ منه، هما بس بيعلنوا على المنصة عشان الموضوع يبقى شكله طبيعي يعني. وطبعًا أنت قدمت العرض بتاعك على إن المنتج مطابق للمواصفات. أيوه طبعًا. قول لي بقى اللعب جه إزاي؟ جه إزاي؟ من الرشوة. الرشوة يا أدهم. عزام رشا الموظفين وعرف منهم قيمة العطاء بتاعي، وتواطؤوا معاه بعد كده وأجلوا جلسة فتح المظاريف لغاية ما هو رتب أموره واستورد هو المنتج. استورده؟ وطبعاً قدم العرض بتاعه بمبلغ أقل. أقل بكتير قوي يا أدهم، بربع المبلغ تقريباً. ربع المبلغ؟ طب والجودة؟ في الحالة دي هتبقى أقل جداً. البضاعة الصيني يا حبيبي، البضاعة الصيني، صورة طبق الأصل من المنتج الأصلي بس أرخص بكتير. تخيل بقى إن عزام اللي كان بيمسح لي الجزمة في الستينات وأوائل السبعينات بقى بزنس مان دلوقتي بيخطف مني أنا الصفقات بالغش والتدليس والرشوة. أيوه أيوه يا زكي، ما هو الانفتاح خلق طبقات انتهازية من الطفيليين، شوية سماسرة وسطاء اشتروا الموظفين عشان يسلكوا ويسهلوا مصالحهم. ايوه، وفساد الطبقات دي عملت نوع من اختلاط القيم،
والمحظورات اتحولت لعادات مقبولة. ما هي الناس ساهمت في ده، ساهموا في انهم يخلوا الرشوة شيء مقنن وشرعي، شوية يسموها إكرامية وشوية تانية يسموها فهلاوة وشطارة، لغاية ما بقت خلاص أمر واقع. صحيح، الفساد أدهم بحالة عامة، الناس بتتسامح معاه وتتعامل معاه كأنه أمر واقع، سنة من سنن الحياة، طبيعة من طبايع البشر. والله شيء مؤسف أوي يا زكي، أنا مش عارف أقول لك إيه. طب أنت ناوي تعمل إيه بقى؟ أعمل إيه؟ أنا ما أقدرش أبداً أعيش في مناخ الفاسد ده، هعمل إيه؟ هقفل المكتب طبعاً. تقفل المكتب؟ ده قرار مفاجئ متسرع متهور انفعالي منفلت يا زكي. ايه يا ابني كل المرادفات اللي انت بتقولها دي؟ حيلك شوية، مش هيبقى مفاجئ ولا حاجة لما تسمع الكلام اللي هقوله لك. انا قررت ارجع للجمال تاني، هحتمي بيه من القبح اللي موجود حواليا، هحول المكتب ده لمرسم. ايه رأيك؟ المتعصرين في السداد للبنوك دول بحمد ربنا وببوس ايدي وشي وظهر. الحمد لله ان انا ما وقعتش في جبلات القروض دي. امال ايه؟ ما هي اصل العمليه بقت خيبه بالويبه دلوقتي، وبعدين ربنا يكفينا شر الحاسدين ونقي الفاشلين ليس الا. هستناك في المكتب كمان ساعه. ألف سلامة. لا مؤاخذة يا باشا، كان تليفون مهم. أهلا 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 سعادة الباشا، أهلا أهلا، اتفضل معاليك. يا مرحب، أهلا وسهلا. تشرب إيه سعادتك؟ لا معلش أنا مستعجل شوية. مستعجل على إيه؟ أنت وراك إيه؟ ده الحكاية مفيش. وبعدين المسألة باظت خالص، انسى يا باشا. السوق باظ والعملية زاطت، وبعدين دلوقتي كله بيهبر ويفلسع. هتروح فين يا باشا يا ابن الباشوات وسط العالم دول؟ ايوه عندك حق، فعلا المناخ بقى سيء جدا. بالنسبه لموضوع المناقصه، انت تعرف ان انا استوردت المنتج ولا لا؟ استوردته؟ لا والله ما عنديش فكره يا باشا. لا استوردته. طب ده معقول؟ معقول انت يا باشا بمخك الكبير ده تحط العربيه قبل الحصان؟ ده كلام يا راجل. هعمل ايه؟ ما انا كنتش اعرف ان هيبقى ليا منافس في السوق. طول عمري انا المستورد الوحيد للمنتج ده. يا راجل صلي على النبي، وحيد ايه وبتاع ايه؟ وانت مش عايش معانا في البلد؟ مفيش حاجه اسمها وحيد، مفيش احتكارات، احنا في ازهى عصور الديمقراطيه. وبعدين على راي ست الوالده الله يرحمها، التفكير في الفايت نقصان في العقل. أمرني يا باشا، تأمر بإيه؟ طبعا أنت عارف إن البضاعة متخزنة عندي دلوقتي في المخازن وما بقالهاش أي قيمة بعد ما أنت كسبت المناقصة. بتفكر تداني كادو ليا يعني؟ أنا الحمد لله ما يلزمنيش حاجة، هعمل بيها إيه يعني؟ كذلك. مع السلامة. تعالى يا باشا، تعالى بس. سلامة إيه؟ تعالى بس. أنت إيه؟ فول قلوز، اقعد اقعد. أنت حبيبي. ما يخلصنيش انك تمشي كده. احنا في الاول وفي الاخر جيران، وانت حبيبي وانا ابن بلد. ما يخلصنيش اسيبك وانت في زنقه ولا بيقلي بالشكل ده يعني. بس مش عارف ليه متهيألي ان انت جيت لي لانك مزنوق وعليك فلوس للبنوك. للاسف مظبوط. بتضحك عليه؟ قصدي افتكرت واحد صاحبي كان مزنوق زيك كده بس بيتصرف بطريقه تانية خالص.
طريقة ايه بقى؟ بيطنش بيديها الطرشة، اما بيزقوا بيمسكوه كلبوش ورا القضبان هناك هيعطلهم بقى، يقول لهم انا غلبان هعمل ايه؟ سيبوني وادوني قرض جديد امشي نفسي واسدد اللي عليا، يسيبوه يهبر كمان 100 ارنب 200 ارنب قروض جديده ويستعبط وما يسددش برضه، كلبوش وعلى القضبان تاني يعيط تاني وهكذا دواليك يعني. لا سيدي انا هسيب السوق كله من اوله لاخره ويمكن اسيب البلد كمان، انا قفلت مكتبي او بمعنى اصح يعني قلبت مرسم. لا اله الا الله، مرسم هتبقى مرسم مرسم ما 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 رسام يعني زي الاخ مصطفى حسين، بس انت ما تعرفش ترسم في الاخبار والاهرام والحاجات دي، امال هترسم ايه؟ اه ما انت شكلك برضو عامل زي الخواجه، تكونش هترسم ابو الهول والاهرامات وتبيعهم للسياح؟ لا الاهرامات بالذات دي بقى ما تنفعش دلوقتي لانها اتقلبت. لا وانت صادق، لسه دي ان شاء الله هنخصخصوها وبعدين نبيعوها. المهم عمر عايز مني ايه دلوقتي؟ انا دفعت في البضاعة دي 6 مليون. انسى، انا كل اللي ممكن ادفعه ارنبين انين مفيش غيرهم. يعني ازاي الكلام ده؟ والله هو ده الكلام اللي عندي وعلى كيفك بقى. طيب سيبني افكر. بس ما فكرش كتير، مفيش وقت، محدش هياخدهم منك. وهو كذلك، موافق. مبروك عليك ان احنا فرجنا عن زنقتك. معلش انا بعتذر، اصل ده الشيك بتاع العملة الصعبة، انما انا هدفع لك ان شاء الله بالعملة السهلة. عدي عليا بكرة، فوت عليا هنا في المكتب، لو ما لقيتنيش استنيني لغاية ما اجي عشان اديك الشيك بتاعك. بالسلامة. بالسلامة يا باشا. ده كلام يا حبي. لا عنك انت، انا هوضب الشنطة. لا وانتي تيجي، وانا كنت من امتى بسيبك انت توضب شنطتك يا حاج؟ ربنا يبارك فيكي، بس اصلا انا مش عايزة اتعبك. تعبك راحة يا حاج، ما تقولش كده، ده انت حقك عليا ما تأخرش عنه أبدا مهما كانت الظروف. ربنا يبارك فيكي، صالحة وانتي صالحة فعلا، ربنا يقويكي. ما هو انتي كمان زي ما انا راعي ليكي انتي راعية ليا، يعني انا اخد بالي منك وانتي كمان تاخدي بالك مني. بس عايزك تتأكدي يا حاجة ان انا ما عنديش في حياتي غيرك انتي بتاتا البتة. حط دي كده حلقة في ودانك وتبقي عارفة قد ايه انا محتاج لك. هو في ايه يا حاج؟ ها؟ هو في ايه يا حاج؟ ها؟ في ايه؟ لا مفيش حاجة، بس دي أول مرة تكلمني فيها كلام زي ده يعني. أيوة بس كلام حلو يا حاجة، ولا أنت رأيك إيه؟ وبعدين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمرنا نقول كلام حلو يعني لعشرتنا ولشرعنا، وبعدين أنا عندي كلام صالحة يعني. إلا بالمناسبة أنت مش عايزة حاجة من اسكندرية؟ عايزة سلامتك. هتغيب في اسكندرية يا حاج؟ والله ما أنا عارف يا حاجة، أصل أنا ورايا في اسكندرية مهمة صعبة قوي. إدعي بس ربنا يقدرني وأعرف أنجزها، لأن بيني وبينك أنا عن ذات نفسي تقريبا متأكد أحيانا يعني احتمال إن أنا خايف تكون العملية كلها بيني وبينك حلاوة روح ليس إلا. حلاوة روح؟ مين قال حلاوة روح؟ حد قال حلاوة روح؟ أنا قصدي يعني كمان أنا تاجر وورايا مسائل نفسي أكسب منها، إن الفلوس تجيلي بطلوع الروح، بطلوع الروح. آه ربنا يديك الصحة يا حاج ويوسع رزقك ويبعد عنك شر ولاد الحرام ويغنيك بحلالك عن حرامك. طول عمرك صالح يا حاج ونيتك خالصة وغرضك شريف. نحمد الله، والله غرضي شريف ونيتي صالحة. أنا عايزك تدعي لي من قلبك، من جوه أنا خشيش قلبك تقريبا احتمال أكيد يعني ليس إلا،
ان ربنا يقدرني في المهمة اللي انا طالع عشانها في اسكندرية دي. تعالى يا ابني. بس يلا متشكرين. عقبال عندكم. مع السلامة. السلامة. ألف مبروك يا ست الحسن وكمان. الله يبارك فيك يا حاج. الله الله الله. أخيرا وبعد ما طال الانتظار قلبي انسعد والرعبوبة بقت بين إيديا. الرعبوبة دي؟ الرعبوبة. الرعبوبة، البضة، البطة، الزجاجة، الزجاء، على رأي سيدنا الشيخ السمان. ايه الكلام الغريب ده يا حاج؟ معنيته ايه يعني الكلام ده؟ معنيته ايه؟ معنيته البيضة الحلوة الممشوقة اللي عاملة زي الغزال الأمرايا، ده معنيته. هيكون معنيته ايه يعني؟ ايه كل ده يا حاج؟ ايه كل ده ايه؟ وانا لسه قلت حاجة؟ فين اللي جرالي دلوقتي بعد طول الانتظار؟ هو فين طول الانتظار ده؟ ده انت من ساعة ما شفتني ما مرش اكتر من شهرين. شوفي بتفكري في حاجات قليلة قوي. من ساعة ما شفتك انا بفكر فيكي من قبل ما اشوفك، من قبل ما اشوف الدنيا. وطال الانتظار وشوق احتار ليس الا يعني الدرجات يا حاج. واكتر من الدرجات دي، انا كانت النار في قلبي عمالة تزيد وتشعلل وسنين بتعدي وخايف تنطفي قبل ما اقابلك. هقابل روحي، هقابل قلبي، هقابل الهنا والنعيم والسعد كله، انما الحمد لله قابلتك ليس الا. وانا كمان. قلت ايه؟ بقول لك وانا كمان. انت كمان ايه؟ كملي. مكسوفه؟ انت خلاص بقيتي حلالي. احنا هنوصل للنعيم والهنا، هندوق الشهد، مش هنشوف العذاب بعد كده. قولي اللي جواكي. قصدي يعني ان انا كمان كنت مستنيه بعد طول عذاب ان اقابل الانسان اللي ارتاح له ويطمن له قلبي عشان اسعد بقربه واسعده ويسعدني. ربنا يسعد كل اوقاتك. في السبعينات بدا بانتاج شريط كاسة هابط، ثم عمل في الاسمنت المغشوش والبلوجيف المضروب والادويه الفاسده والطيور الجرحى، واشترى عددا كبيرا من المحلات التجاريه ومحلات الاحذيه بوسط البلد. لكن الخبطه الكبرى جاءت حينما انتهز فرصه تصفيه شركات توظيف الاموال، ثم اخذ لنفسه اصول شركه منهم وضمها لشركته، وبدا مرحله ضمانات البنوك فتضخمت ثروته. والان وقد انتهى الاقطاع بصورته القديمه، فهل من المعقول ان يعود ليظهر من جديد مع هؤلاء الاثرياء الطفيليين الذين لا يملكون اي رصيد من المبادئ او الاخلاق؟ لا لا يا حاج، الموضوع ده محتاجش تفكير يا حاج. احنا لازم نرفع دعوه سب وقصف على المحرر ده وعلى رئيس التحرير نفسه. دي قضيه مضمونه 100% يا حاج. وهتقول ايه ان شاء الله في الدعوه دي يا متر؟ انا هستند على تعمد الاساءه الى سمعه مؤسسه اقتصاديه هامه والتحقير من شانها والتطاول على رموزها. الاساءه وحصلت، والتشهير دلوقتي بقى في كل حته وعلى كل لسان، فايه اللي هنستفيده من اذا يعني ربما اذا رفعنا قضيه سب واسف دي؟ ازاي بس يا حاج؟ احنا لازم نقفل لهم الجريده دي. انا تذكرني وقع مماثله كان في جريده زمان مره. استنى بس، بلا يذكرك سابقه بلا كان في مجله. امشي اطلع بره. تقول يا حاج؟ بقول لك قوم اطلع بره. انا كده كده كنت قايل. المرة دي بقى أنا مش هستنى، لأن دي مسألة كرامة، صح؟ لا يا جسيم،
هو حضرتك بتكلمني؟ لا يا اختي بكلم روحي، انا ماشي. براحتك. ايه تاني مره ترفض نعمل اي اجراء ضد الناس دول؟ في الاول خفت لا يفتحوا ملفات القديمه والكلام ده، لكن خلاص فتحوها اهو، نتحرك بقى. ايوه يا ابني، مسألة دلوقتي خطرة، خطرة أوي، أخطر بكتير من اللي أنت بتصوره أنت والمتر ده. يعني يا حاج خطرة بس مش للدرجة دي يعني، قبل كده كتبوا كلام وقالوا كلام كبير لكن عدى. لا يا ابني، مش في الظروف الغبرة اللي احنا فيها اليومين دول، بس لازم تفهم إن جران زي ده أما يفتح الفتحة السودة دي ما بيعملهاش من ذات نفسه كده، لأ، لازم بيبقى واخد لمبة خضراء ومن فوق، وفي الغالب هتبقى الرقابة الإدارية لابدة في الدورة بقى، وتتفتح بقى الملفات ملف ورا ملف ورا ملف، والله أعلم المسألة هتوصل لغاية فين. عشان كده المسألة عايزة تفكير شوية بالراحة يعني. طب وبعدين يا حاج هنتصرف ازاي يعني؟ هنفضل ساكتين ولا ايه؟ ايوه يا بنتي، اطلبي لي رئيس تحرير الجورنان اللي اسمه الاسرار ده. نمرة ايه؟ هعرفها منين؟ الله، ما تتصرفي، ده ايه الغابة ده؟ عزام. عزام مين؟ اهلا. اهلا يا استاذ حمدي. الحقيقه انا بكلم حضرتك عشان اقول لك ان شركات الحاج عزام السوهاجي اكبر بكتير قوي من الحمله الصحفيه اللي انتوا عاملينها عندكم ده. واسمح لي اقول لك ان الصحفي قليل الربايه اللي كاتب عني الكلام ده، انا ممكن يعني، انت فاهم يعني، انا ممكن اعمل ايه معاه؟ انت ما تقدرش تعمل اي حاجه غير انك تهلفط بشويه الكلام التافه اللي انت قاعد تقوله ده. يا استاذ، ده صحفي شريف محترم في مؤسسه صحفيه محترمه في صحافه ليها سلطه مستقله شريفه برضه. يا استاذي، دي صحافه صفرة وسودة وعلى كل الالوان الغبره كمان، وبعدين دي بتطاول على الناس، بتسب وبتلعن وبتجرح، بس مش معايا انا، لا مش مع عزام السوهاجي. انا كبير كبير قوي، هعرف احط كل واحد في مكانه وعلى قده بالظبط. الكلام اللي انت بتهلفط بيه ده اتعودنا نسمعه منك ومن امثالك، وبنعتبره نوع من انواع التلوث السمعي. وعلى فكرة بقى، تهديداتك دي مش هتقدر تهز شعرة في راس أصغر عامل عندنا في المطبعة، مش رئيس التحرير. عارف ليه يا أخ عزام؟ لأن احنا مصادرنا سليمة وأدلتنا عن الفساد والمفسدين موثقة. كذب، عدم المؤاخذة، الكلام ده كله كذب وتلفيق. لا لا لا، مفيش، ده كل ده كلام مش حقيقي. هو عدم المؤاخذة، الجدع الصحفي اللي عندك ده عايز يعمل فرقعة وكلام فارغ كده ويشتهر، إنما ده كله كذب. يا سيدي، قبل ما تنشر الحاجات ديت ارفع السماعة، كلمني، اسألني، صاحبني، حاول تفهم مني. أيا كان الأمر، حق الرد مكفول للجميع بحكم الدستور والقانون. شوف يا أخ عزام، لا أنا ولا الجريدة ولا المؤسسة ولا حتى الدولة ضد حد من رجال الأعمال، طالما إنهم بيأدوا الواجب بمنتهى الشرف والأمانة تجاه الوطن والمواطنين. أي والله، المهم إنهم يبعدوا خالص دماغاتهم وودانهم عن كل الإشاعات البطالة اللي بلاش لازمة دي. الناس تتعامل مع بعض بالروح يعني. طب انا اقول لسعادتك ايه؟ كان يجرى ايه قبل ما يكتب الكلام اللي اتكتب ده؟ والواد البطال اللي كتب كلام بطال كده، لو كنت قبل ما تنشر رفعت السماعه وكلمتني.
ايوه اتعرف عليا، اسالني، نتفاهم، نتفق، نختلف، المهم ان كل دوت يحصل في جو من الشفافيه. اظن كلمه شفافيه دي انتوا اللي قلتوها في الجرانيب، اديني بطلبها منك انا ويا سيدي. على كل حال يا سعاده البيه، من غير ما تتهمني واتهمك ونعمل الحاجات ديت يعني لسه فيها ايه، بقولك لو نتقابل احنا الاتنين مع بعض في جلسه محبه على ترابيزه عشاء مفتخره كده واحنا بناكل نتفاهم، وان شاء الله ربنا يكرمنا وهنوصل لحل يرضي جميع الاطراف ان شاء الله. لا 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 معلش، انا مكتبي مفتوح، تقدر تتفضل عندي في اي وقت ومعاك حيثيات. الا دي حيثيات؟ طبعا معايا حيثيات، وانا معقول اقول لسعادتك نتقابل الا اذا كان معايا حيثيات؟ لا 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 لا، انا جاهز وبكل الشفافيه. اي والله حيثيات وشفافيه، ما انا عشان كده بقول لسعادتك ان بلاش حكايه نتقابل في المكاتب دي، لا انا هاخدك في مكان مفتوح اوبن اير زي ما بيقولوا. اي والله يبقى في شفافيه وحيثيات والذي منه. اوكي يا استاذ عزام اتفقنا. طب انا هستاذن حضرتك بس لحظه كده، اخلي البنت السكرتيره تشوف الاجنده والمواعيد وكده، وبعدين هتكلم سعادتك تعدد لك الزمان والمكان. اه نتقابل كده في شفافيه ان شاء الله. انا متشكر قوي قوي قوي، الف سلامه الف سلامه. يا سلام، احسن من الحيثيات مفيش في البلد دي. بيتكلم على الجمال؟ لا دي القيامه لازم تقوم. لا 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 لا، فلا الله ولا فالك، هي متى اللي تقوم في اول يوم ليا في الجامعه دي؟ طب بالمناسبه دي بقى ممكن تغمض عينيك وتلف كده شويه ولا هتكسفني كالمعتاد؟ غلطه وعدت، ما عادش بيكسف. فتح عينيك، ايه رايك؟ طب. هي طبعا لا تقارن باللي انا لابسه بس. طب قرب بقى عشان البسها لك. تعرفي؟ طبعا، مش انا بشتغل في بوتيك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وانت بتلبسي الزباين ولا ايه؟ لا طبعا، انا بربطها عليا. وبعدين بقى، هو انت مش هتبطل الوسواس اللي في دماغك ده؟ وسينا انت بتاخدي معايا كام؟ ليه السؤال الغريب ده؟ بس بصراحه شكلها جرافطه غاليه شويه. ولا غاليه ولا حاجه، وبعدين الغالي يرخص لك يا حبيبي. ايوه بكام يعني؟ الله، مش قلنا عيب ان احنا نسال على ثمن الهديه؟ اسف، بحبك. متاكد؟ احنا لسه هنسال ولا ايه؟ يعني عينك مش هتزوخ كده ولا كده على البنات بتوع الجامعه الحلوين دول؟ والله بيني وبينك انا خايف من تاثير الجرافطه دي. بقى كده طب اخلع بقى. الله 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 الله، يا ساتر عليكي، مش تبطلي الوسواس بقى اللي في دماغك ده. ماشي. بص بقى، اسمع كلامي وركز كويس، انت اول ما تخش المدرج تقعد لوحدك خالص. حاضر. وبعدين مالكش دعوه باي حد وتسرح فيا انا، واسيب بقى الجامعه والمحاضره والاستاذ. لا 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 مش قوي كده، المهم تخلص محاضراتك وترجع على طول، مفهوم؟ مفهوم يا حبيبتي. كشكولك قلمك كرافتتك معاك، ناقصك حاجه؟ اه ناقصني. امشي يا واد، مش وقت. امال امتى؟
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلاً سعادة الباشا. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. سعيدة جداً. أهلاً سعادتك ابني فوزي يا فندم. أهلاً ازيك يا باشا؟ أهلاً متر ياسر ابني. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. بارك الله فيك يا باشا. الله يبارك فيك. أهلاً وسهلاً بيكم. اتفضل يا سعادة الباشا. عارف يا فوزي؟ ولد ده دعامة اقتصادية. أي والله. دعامة اقتصادية حقيقية. ربنا يبارك في سعادتك. والله يا سعادة الباشا أنا لو عارف من الأول إن مقابلة سعادتك هتكون بالطيبة دي كنت طلبت المقابلة من زمان قوي. بس أنا عايز سعادتك عارف إن مشاغلك كتير. ربنا يكون في العون إن شاء الله. إيه. هنعمل إيه بس يا حاج؟ ربنا يقوينا ويقدرنا على تحمل المسؤولية. ربنا يبارك لك إن شاء الله. على كل حال يا سعادة الباشا سبب زيارتي لسعادتك السبب الحقيقي يعني هو حبي للناس. زي سعادتك ما بتحب الناس انا كمان بحب الناس، وزي ما سعادتك بتسعى لخدمتهم انا نفسي انا كمان ربنا يقدرني واسعى لخدمتهم. ما هو سعادتك باشا بيقول لك اذا قدرت تنفع اخوك وتساعده فاخدمه وساعده ربنا يكرمك ان شاء الله. الله 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 الله، دي روح طيبه. اي والله يا حاج روح طيبة جدا. عشان كده يا فندم أنا استخرت الله ونويت أتكل على الله يعني وأرشح نفسي في الانتخابات الجاية بإذن الله وفي الدايرة بتاعتي. وأنا كل أملي بعد إذن سعادتك وموافقتك إن الحزب يساعدني في الترشيح ده ويقبلني ويدعمني يعني بمعونة سعادتك إن شاء الله. وأنا في الخدمة والمطلوب مني يا سعادة الباشا. اوكي يا حاج. عدم المؤاخذة انا مش فاهم ايه المطلوب يعني بالظبط. انت عايز ترشح نفسك في الانتخابات وتنجح وتدخل المجلس وبتسأل عن المطلوب وأنا رسمت لك المطلوب. أيوة سعادة الباشا، بس الرسم ده يبدو فيما يبدو يعني إنه أرنب مليون جنيه كتير. مش كتير ولا حاجة. أنا في دواير أقل من الدايرة بتاعتك دي بكتير قوي باخد فيها 1.5 مليون و2 مليون، والمتر ياسر يقدر يقول لك. طبعا 1.5 مليون و2 مليون ومن غير مناقشه. غير مناقشه. شوف يا حاج انا قلبي اتفتح لك لاني حاسس كده بانك بتحمل نفس المبادئ اللي انا بحملها، الصدق في القول والاخلاص في العمل والشفافيه في التعامل. وانا نفسي يا حاج انك تبقى معانا في المجلس. على خير الله. بس هو سؤال بعد اذن سعادتك، يعني أنا لو دفعت 6 صفار دول المليون جنيه أضمن إن شاء الله النجاح في الانتخابات؟ عيب يا حاج، أنت بتتكلم مع كمال الفولي، خبرة انتخابية وبرلمانية كبيرة قوي. تصدق بالله ما في مرشح فيك يا مصر يقدر يدخل المجلس من غير رغبتنا. ده طبعا بإذن الله وبفضله. طبعا كله بإذن الله. بس بيني وبينك يا سعادة الباشا أنا سامع إن الدايرة بتاعتنا بالذات ناوي يرشح نفسه فيها ناس جامدين أوي. ولا يهمك، لو اتفقنا هتنجح في الانتخابات وهتكتسحها كمان. دي بقى لعبتي. في ناس بيفكروا تفكير ساذج أوي. قال إيه؟ إحنا بنظبط الانتخابات. الحقيقة إن إحنا دارسين كويس قوي نفسية الشعب المصري. المصريين بيحبوا يمشوا في ظل الحكومة، مفيش مصري يقدر يخالف حكومته. ده كلام مكتوب في التاريخ وعليه الدليل والبرهان. الشعب المصري أسهل شعب في الدنيا ممكن يتحكم، وأي حزب في مصر لما يعمل الانتخابات وهو في السلطة لازم ينجح.
ويكتسح الانتخابات دي. المصريين طبيعتهم كده، دي إرادة ربنا، بيمشوا في ظل حكومتهم. ولا انت ايه رأيك يا حاج؟ كلام سعادتك كله متنقي وزي الفل، بس انا بسأل سؤال يا باشا، لو اتفقنا ان شاء الله يعني، فايه النظام؟ شوف، لو هتدفع كاش نقدي يعني، فانا هستلم منك المبلغ، اما بقى لو شيك فهتكتبه باسم المتر ياسر، وهتعمل معاه عقد قضيه كانك موكله فيها يعني. ودي طبعا اجراءات بسيطه. على خيرة الله ان شاء الله. طيب بعد اذن سعادتك، انا هكتب دلوقتي نص المبلغ، وبعد ما انجح ان شاء الله النص التاني. لا 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 لا، عيب يا حاج، ده مش كلام، ده لعب عيال صغيره، احنا كبرنا عليه بقى. احنا مبادئنا سلم واستلم، سلمني المبلغ كله وانا ابارك لك على المجلس. من خيرة الله. مليون. تفضل سعادتك. مبروك يا حاج. بارك الله فيك. سميرة، افتح يا سميرة. صرفتها، معيش فلوس، والست دفعت رشاوى قد كده عشان تعمل لها شهاده ميلاد، لو ما اديناهاش البيت هتبلغ البوليس وتدخلنا السجن وتقول ان احنا نصبنا عليها انا وانتي. انت ما سمعت كلامك يا ريت ما اتفقت معاك، قلبي مش مطوعني. قلبك مش مطوعك دلوقتي، لكن بعد شويه هتنسي، والتاني هتعوضك، والفلوس هتحللك كل مشاكلك. هات البنت، هات، ربنا يهديك، هات، اعملي معروفه قبل الناس ما تصحى، يلا هات. Thank you.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا طه، انت جاي بعد المحاضرات خلصت ولا ايه؟ انا ما كنتش جاي النهارده اصلا، بس قلت اجي واشوفك. ايه خير، حصل حاجه؟ من امبارح وانا تعبان قوي يا خالد، ولسه قاعد معاك. لا اله الا الله، في ايه السبب؟ بوسينه نهت علاقتها بيا. بوسينه مين دي؟ تعالى اقول لك. اخر حاجه كنت اتوقعها ان قصه الحب الكبيره دي تنتهي انها تهني وترمي لي الدبله في وشي وتعاير انها فالصه. ده شان المراه عموما يا طه، الغدر ده صفه اصيله فيها. بس برضه ما كنتش متخيل انها توصل للقسوه دي. بعتني في لحظه لمجرد اني بلومها على فعل مشين عملته. فعل مشين؟ وزعلان لفراقها يا طه؟ هو مش مشين قوي يعني، انا بس خني التعبير. ايه يا طه؟ هو في الاخلاق مشين قوي ونص نص وثلاث ارباع. يا اخي انا قصدي ان هي عملت شيء غير لائق وخلاص. انا مش عايز اعرف الشيء ده، بس يهمنا اسالك يا طه، هي سافره؟ ايوه. هن شياطين خلقت لنا، اعوذ بالله من شر الشياطين. فما بالك بقى لو كانت سافره؟ طه انت تعرف معنى جمله استشرفها الشيطان؟ نعرف ان الاستشراف هو رفع البصر للنظر الى شيء وبسط الكف فوق الحاجه. استشرفها الشيطان يعني زينها في نظر الرجال، اي نظر اليها ليغويها ويغوى بها. وانت الحمد لله تخلصت منها. حب الله هو الابقى يا طه. جاهد نفسك تنسى التجربه الاليمه دي. عاوزينك تتفرغ معانا للجهاد في سبيل الله. انا هعرفك على اصدقائنا في المدينه الجامعيه. احنا كل يوم خميس بنصلي العشاء مع بعض وبنسهر نتسامر ونتناقش في امور ديننا. يا ريت يا طه تبقى تنضم لينا. يا ريت يا خالد، نفسي اوصل لقوه ايمانك وحبك للاسلام. نفسي ابعد عن امور الدنيا. ساعدني يا خالد، ساعدني. الله المعين. ايوه اهلا 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 عمدي بيه، ليك وحشه يا راجل والله. طمني، ايه الاخبار؟ الحقيقه يا حاج الاخبار مش ولا بد. وصلتني معلومات كده ان المنافسه هتبقى شديده في دايرتك. في كذا رجل اعمال داخلين، كل واحد فيهم طبعا عايز يفوز بمقعد العمان. وايه يعني؟ ده كلام يا راجل؟ ده أنا واخد وعد نهائي من الفولي بذات نفسه. والراجل قال لي وبقبض لسانه، إذا اتفقنا يا حاج يبقى مبروك عليك الدايرة بتاعتك، حتى لو نزل قصادك الجندي الأزرق. ربما يعني مش كله تمام التمام يا حاج. لا، جدت في الأمور أمور، أعتقد إنها تستلزم نفحة إضافية. نفحة إيه وإضافية إيه؟ ده كلام؟ هو كان لعب عيال ولا ايه؟ لا، انا الكلام ده ما يلزمنيش، احنا اتفقنا وخلصنا. لا اله الا الله. على كل حال الكلام ده مش هينفع في التليفون. قولي نتقابل امتى. طيب خلاص اتفقنا، مع السلامة. نفحة ايه تاني؟ ده يبقى جشع ده يا حمدي بيه، مش معقول. الله، معنا اتفقنا وخلاص وقلنا على الطاهر الطيب ده، حتى مرضيش يقسط المبلغ، اتحيلت عليه، قال لي لازم كله كاش، وانا كتبت له شيك بالمبلغ كامل ليس الا. شوف يا حاج عزام، هو لغايه كده ما كانش فيه مشكله خالص، انما بقى لما دخل في الصوره الحاج ابو صح الموقف اتغير. حاج ابو صح ده ابو صح؟ ايوه ابو صح، مش ده الراجل التاجر بتاع الملابس الجاهزه ولا ايه؟ بالظبط هو ده. وما تنساش ان الراجل ده خصم عنيد جدا، واسمه قفز لعالم الشهره، وبقى من اكبر رجال الاعمال في مصر في فتره قليله. رجال اعمال ايه وخبت ايه؟ انا بصراحه ربنا اللي اعرفه ان الراجل ابو صحن ده
من كبار تجار الهرايين في البلد ليس إلا. أنا برضو معلوماتي كده يا حاج، بس الراجل ده بقى بيدفع فلوس كتير قوي عشان ما تقبضش عليه. المهم الراجل ده مشروعه الناجح واسمه الكبير خطر عليك. خطر على مين؟ وبعدين ابو صحنا ايه؟ ده كل مشاريعه دي عشان يغسل الاموال ليس الا. انا اللي مش فاهمه دلوقتي، هو الفولي بيه ده عايز مني ايه بالظبط؟ ايوه جينا بقى للمهم. اقول لك الفولي عايز ايه. شوف يا سيدي، ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ الفولي عايز نص الفؤاني. ايه ده؟ انت بقيت ترسم انتوا كمان؟ كلكوا بقيتوا مصطفى حسين؟ بسم الله ما شاء الله. وبعدين اللي انت رسمه ده ارنب؟ عايز نص ارنب تاني؟ اعوذ بالله، استغفر الله العظيم، ده طمع. لا خلاص ملوش لازمه المجلس ده خالص، بناقص يعني. والله يا حاج بقى انت حر في قرارك، بس عايز نصيحتي، انا رايي انك تهدى شويه وتفكر. افكر؟ افكر في ايه؟ ما هو محدش يقول كده، ده راجل بصراحه طماع قوي. هو من ناحيه طماع طماع، بس ما تنساش انت بقى المكاسب الكتير قوي اللي هتحققها من وراه. ده رايي. مكاسب ورايك؟ يعني انا افوت كمان نص ارنب؟ على كل حال افكر. اذ ربما على فين يا استاذ؟ انا والد خطيبه الاستاذ ايميل، ودي خطيبته بنتي، وده اخوها ابني. الاستاذ ايميل؟ الاستاذ ايميل مين؟ الاستاذ ايميل يا ابني اللي واخد عندكم حاجز في الدور الثالث شقه 12. اسمه ايميل؟ ايميل ايه؟ ايميل ويسا، حنا ويسا. مفيش حد من اللي حاجزين في العماره بالاسم ده. اللي حاجز في الدور الثالث شقه 12 هو الاستاذ احمد مجدي. مش ده يا بابا البواب اللي كان معانا المره اللي فاتت؟ انت جديد هنا يا ابني ولا من زمان؟ لا بقالي اسبوعين بس. امال فين البواب اللي قبلك؟ صاحب العماره مشاه. على العموم انا معايا كشف كل اللي حاجزين في العماره. اتفضل. فين يا ابني؟ غريبه، ده مفيش اسم ايميل ده خالص. مفيش غير اننا نشوف صاحب العماره. ممكن يا ريس تدينا تليفون او عنوان صاحب العماره؟ اه ممكن. ان شاء الله. ايوه ايوه هنا. ان شاء الله في خلال اسبوع هيبتدوا يشتغلوا في الكهرباء. انا عايزك بس تطمئن يا حبيبي. ومين قال اني قلقانه بس يا ايميل؟ انا مطمنه طول ما ربنا معايا وطول ما في محبه وقام بينا يا ايميل. انا عارف انا عارف يا حبيبتي، بس انا عايز اقول لك ان الامور ماشيه من غير تاخير، وان شاء الله ان شاء الله الاكليل هيكون في ميعاده. ان شاء الله يا ان شاء رب. الله. وبعد كده بقى نتكلم بقى في العفش بقى والاساس والحاجات اللي زي كل حاجه تخلص. ايميل اهو. تعالى يا نصاب. لا لا نصاب ايه يعني؟ غير تنزل على بنات الناس. لا لا مش ايه يا بنات الناس. حضرتك نصاب. نصاب يا جماعه. بنات الناس لعبه. لا 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 انت فاهم غلط حضرتك. انتوا فاهمين غلط يا جماعه. نصاب ايه؟ لا الحكايه كلها حضرتك، انت صاحبه. فاكر لما اديتني الهديه في عيد ميلاد؟ انت نصاب. اتفضلي يا اسس. يا رشاش يا خاين. لا يا جماعه انتوا فاهمين. انا هعمل فيك عمايل. انتوا فاهمين الحكايه كلها يا نصاب. نصاب نظر على بنات الناس. انت فاهم؟ انا هوريلك يا جماعه. عليا يا عم انت فاهم غلط. انا هوريك. انت فاهم غلط. يا عم في ايه؟ في ايه؟ استنى. يا عم انا فاهمك الحكايه كلها بعد. انا فاهمك. انا هفهمك. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده نصاب. ده حقير. دي بنتي. ضحك على بنتي. يا جماعة انتوا فاهمين غلط. فاهم؟ كفاية يا عزيز يا بنتي، قطعتي قلبي. حظك كده. هنعمل ايه؟ اعتبر ان ربنا بيختبر ايمانك يا ستي. صدمة كبيرة قوي يا بابا. اخر حاجة كنت اتوقعها. طب ليه هو كده؟ ليه طلع كده؟ حد يجاوبني. انا دماغي خلاص هتنفجر. انا هجاوبك يا زيس يا بنتي. هو خدعك
لأنه مستفيد. شرير يا بنتي سمع كلام الشيطان واستفاد من شره عن طريقك وعن طريق بنات تانيين. ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل؟ انا عايز افهم ازاي يعمل معاها كده ومع اربع بنات في نفس الوقت؟ فين ابونا متياس يا سمين؟ وهو ابونا متياس ذنبه ايه بس يا اخويا؟ يعرف منين ان الولد كذاب ونصاب؟ احنا اللي كان لازم نسأل عليه. ايميل موجود دايما في الكنيسة زيه زي اي حد جاي يصلي. ما الواد زي ما ضحك علينا يعتبر ضحك على ابونا متياس. ايميل ما ضحكش علينا لوحدي يا بابا، ضحك على اربع بنات ولاد ناس في اماكن مختلفه. ما تكلمش ابونا متياس يا بابا، ربنا لوحده هو اللي يعلم اللي جوه النفوس. صح يا ايفون، الحكايه وما فيها يا اخويا ان الناس بتنخدع بمظاهر التدين. مش شرط ان كل اللي بيروحوا الكنيسه ويواظبوا على الصلاه والصوم يبقوا اطهار وملائكه وقديسين. ما انا قدامك اهو يا اخويا نادر لما بروح الكنيسه، لكن عمري في حياتي ما عملت حاجة تغضب ربنا. يقعد انت بس على جنب يمين الوقت. انا اللي غلطت، انا اللي خطي، انا اللي ايماني ضعيف يا بابا، علشان كده استاهل العقاب، استحق غضب ربنا. لا يا بنتي انت مش غلطانة، انت كل عيبك انك طيبة وقلبك ابيض وبتصدق الناس. هو ده بقى عيب في الزمن ده؟ مش عيب يا بابا، أنا أكيد ربنا بيعاقبني على خطية عملتها، أكيد. أنا لازم أترهبن، لازم أروح الدير، لازم. ده كلام فارغ وما ينفعش، أنا ما طقوش. أنا موتي وسمي مخالفة الاتفاق. يا حاج أنا ما خالفتش الاتفاق ولا حاجة، كل الحكاية يعني إن أنا افتكرتك وافقت. يا صلاة النبي، افتكرتيني وافقت؟ ايه؟ من ذات نفسك كده؟ ولا حد قالك؟ ولا انت بتمتحنيني؟ ولا حد قالك ما تجربي يمكن الليله تعدي؟ لا انا كلمتك واستأذنتك، بس من الواضح يعني انك كنت شارد كده وسرحان في مشاغلك وما خدتش بالك. ما خدتش بالي ايه وخيبت ايه؟ انت غلطت نوبتين، نوبتين. مره لما جبت ابنك من اسكندريه لمصر هنا، والمره الثانيه ما رحت للشيخ السمان اتفقتي معاه وخرجتي ورحت لغايه عنده من غير اذني. طب اخد اذنك ازاي بس؟ اذ كان انا رايحه اساسا اشتكي له منك واقول له يعني اني كنت فاكره ان انت بتحبني يعني، بس الحقيقه طلعت غير كده بقى خالص. بحبك ايه وكلام فارغ ايه؟ ما تدخليش الهزار في الجد. انا الكلام ده ما طقوش. طب بس بالراحه بالراحه والنبي يا حاج عشان خاطري، يعني على الاقل يعني كده فهمني عشان لما اطيعك يعني يبقى حاسه الطاعه دي وليها معنى. لا معنى، انا لسه هفهمك. قلت لك 100 مره الشرع والدين والقانون كمان بيلزموك تطيعي جوزك من غير ما تتكلمي. حاضر، انا ما قلتش حاجه طبعا يا حاج، بس يعني اديني فرصه، اديني فرصه ان انا اناقشك. وبعدين انا مش شايفه انها فيها حاجه، يعني لما اجيب ابني يعني اشوفه واطمن عليه. الكلام ده كان يتقال قبل الاتفاق، قبل الجواز، بس بعد كده انتهينا انتهينا. وبعدين انتي بتفهميش، انا داخل انتخابات، داخل انتخابات. انت مش فاهمه خالص يعني ايه انتخابات. طب ومال الانتخابات ومال اللي انا بتكلم فيه ده يا حاج؟ مالو مالها ازاي يعني؟ الحكايه كلها لازم تتم في سر. انا عندي منافسين، ناس قصادي مستنيين لوقعه، مش عايز حد ياخد خبر، حد يتكلم، يلسن، يشاور. كل حال انا قلت لك وكلمه اخرانيه، انا هعتبر اللي حصل ده كانه ما حصلش، عفى الله عما سلف. لكن اقسم بالله لو غلطه تانيه من النوع ده هطلقك. بقولك ايه يا سمين، انا عايزه بنتي. بنتك؟ بنتك ايه؟ بنتي ايه اللي بنتي ايه؟ انا خلاص ندم. طيب 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 استنى استنى، بقولك ايه يا اخ تسوقي، تعالى لي بعد الظهر عشان اخد الماس. امال ما عدني مستني ساعة ليه؟ معلش يا اخ تسوقي، تعالى لي الساعه 7:30. يلا مع السلامه. مع السلامه. اتفضل. فيها سميره؟ في ان البت وحشتني مش قادره على فراقها وندمتي اني بعتها. وطي صوتك، يعني ايه ندمتي؟ دي عمليه يا اختي ما ينفعش فيها الندم. وايه بقى اللي مش هينفعه ان شاء الله؟
لا يمين، ده لازم ينفع وينفع. اختها التانية نايمة جوه عيانة بتموت. ايه دخل اختها اللي بتموت بعملية البيع؟ ده اللي بتقوله ده ازاي؟ يعني الاتنين يضيعوا مني في يوم وليلة؟ انا اروح من غيرهم؟ صدقيني صدقيني يا سميرة، لو اتكلت على ربنا حينجيهم ويحفظهم، لان ربنا رحمته دايما الى الابد. بقول لك يا راجل، انت بطل شغل الكلام بتاعك ده، ما تتوهش في الكلام. انا عايزه بنتي، فاهم؟ هما كلمتين ورد غطاهم. فلوسك اهي، ما صرفتش منهم ولا مليم، خدهم ورجع لي بنتي. ما ينفعش، قلت لك ما ينفعش. خلاص عمليه البيع حصلت، اللي باع باع واللي اشترى اشترى، فهمتي؟ لا ما فهمتش يا سمينة، دي بنتي مش ممكن ابيعها ابدا، مش ممكن. يا سلام يا اختي، ما اللي انت عملتيه ده اسمه ايه؟ بقول لك ايه، ايه دي كده وانسي الموضوع ده خالص. البضاعه المباعه يا حبيبتي لا ترد ولا تستبدل. انسى انسى؟ طب مش هنسى يا مينا، مش هنسى. دي بنتي من لحمي ومن دمي، مش بضاعه يا مينا. انت ترجع لي بنتي زي ما خدتها. يلا امشي من هنا، امشي. مش ماشي وهلم عليك اهل السطول كلهم. ماليش ماشي الا ما ترجع لي بنتي. بقول لك امشي امشي. يا ماما يا ماما الحقوني يا خمس يا ماما. بس يا ولاد، الله يخرب بيتك، هتفضحينا. الله يخرب بيتك انت وبيت اليوم الاسود اللي شفتك فيه. يا ماما خد مني بنتي. يا سميرة اهدي وفهمينا ايه اللي حصل. خد مني بنتي، خد ضرايا، انا عاوزه بنتي. انا ما خدتش منها حاجه، دي بتتبلى عليا، دي مجنونه. انت مش لسه خارجه من الاوضه وبنتك جوه؟ مش دي يا ام بوسعينة، دي التانية، دي التانية. انا عايزه بنتي. خد بنتك ازاي يا ولية؟ على صراحه يعني يا نهارك اسود، انت خطفت بنتها؟ ابعد عني يا كابتن جعوره، دي كذابه كذابه. كذابه ازاي يعني؟ فهميني يا سميرة ايه اللي حصل. انا هقول لك يا استاذ حاج، هو اداني 5000 جنيه وراح واخد مني البيت ومش راضي يرجع حاجه. بعتي بنتك وانت اشتريتها لحساب مين؟ بتشتغل نخاس؟ نخاس في سوق النخاسه؟ ما حصلش ما حصلش، دي كذابه كذابه. انت يا وليه، انت مش قلتي لي ان بنتك الثانيه سبتيها عند واحده قريبتك؟ اهو اهو، الحمد لله ظهر الحق، ظهر الحق. الحمد لله ان ربنا نجاني من شرك. انا اللي شر، انا اللي شر يا كذاب يا ضلالي يا حرامي. هو اللي ضلالي وكذاب، انا كذابه. الخمس تلاف جنيه اهم. اه طب هي دلوقتي لو كذابه كانت جابت الخمس تلاف منين؟ ها؟ وبعدين احنا مصدقينها، وانت كل ليله تعمل لك عامله. ها؟ رجع لها بنتها احسن. ابو الكباتن كابتن جعوره، ابعد عنا احسن لك. لا مش ابعد، انت الظاهر عليك وحشتك الطريحة. ربنا يخليك يا سعادة الباشا، خليه يرجع لي بنتي. انا غلطت واستاهل الحبس، احبسوني يا باشا، بس خليه يرجع لي ضنايا، ده البطني ما بتجيبش عدو يا باشا. يعني انت بعت بنتك فعلا ولا هو خدها منك بالاكراه؟ يعتبر اكراه يا باشا بعد اذن سعادتك، لانه استغل فقرها ورقة حالها وبؤس معيشتها وهي لا تملك قوت يومها. مفيش حاجة في القانون اسمها يعتبر يا ابو العريف، ولا انت رأيك ايه؟ ايوه باشا، بس في وقع تحريض وابتزاز. ابتزاز ازاي؟ انت مش قبضتي 5000 جنيه يا ست انت؟ ايوه يا سعادة الباشا، اهم اهم، مش عاوزاهم، خدوهم بس رجعوا لي بيتي. انتوا مش بتقولوا ان الشرطة في خدمة الشعب؟ بس مش في خدمة اللي بيبيع ولاده. انت يا جدع، انت اديتها ال 5000 جنيه دي؟ ما حصلش يا سعاده الباشا، ما حصلش، وقلت لهم على السطوح ما حصلش. ضربوني يا سعاده الباشا، ضربوني. جعوره يا سعاده الباشا عاوز يقتلني. بعد اذنك انا عاوز اعمل له محضر سب وتعدى يا سعاده الباشا، وتعرضني على اي مستشفى. كذب يا باشا، ما حصلش. ده انا لسه بقول له حرام عليك يا ظالم يا مفتري، رجع لها ضناها. اما هو باشا هو بقى على طول اللي ضربك، صح؟ انت يا عم، انت اديتها ال 5000 جنيه دي وخدت البيت واديتها فين؟ سعاده الباشا ما حصلش، انا ما قلتش اني خدت منها طفله. واذا كانت هي سعاده الباشا ولا غيرها عندهم دليل يقدموه ليك يا سعاده الباشا، وانا راضي بحكم سعادتك. يا ست سميره، انت ايه دليلك؟ دليلي اهم اهم يا سعاده الباشا، 5000 جنيه وانا ست غلبانه هجيبهم منين؟ الشيطان ده هو اللي وزني.
قال لي بيعي بنت من الاثنين هتعيش كويس والناس مبسوطين هيربوها وهيكبروها ويعلموها ويأكلوها. كذابه كذابه بتكذب يا سعاده البيت. يا حضره الصوت خد الاخ كالعاده وديه مستشفى احمد ماهر وارفق التقرير الطبي بالمحضر والباقي يشرف في التخشيبه لغايه ما يتعرضوا على النيابه. اما بالنسبه للاستاذ افراج. يحيى العدل يحيى العدل. كويس وقف بوعده هو يعني ونشر التصريح. بس انت مش مبسوط ليه؟ والله انا برغم اذا يعني مش عارف بس انا في حاجتين مضايقني. حاجتين ثانيا ثانيا ايه يا حاج؟ هو انت قلت اولا؟ اصل ثانيا اهم بكتير او من اولا. اذا انا بفكر يعني لو لا قدر الله لا سمح الله يعني ان انا ما ترستقتش وقعدت على الكرسي تحت القبه ازاي بقى؟ طب ما الراجل واقف جنبك اهو بكل جهد. وبعدين يعني مش الراجل لوحده انا كمان. انت بتضحك يا حاج؟ مش عاجبك الكلام ولا ايه؟ ماشي قول. اولا العالم اللي ملمومين حواليا زي الدبان دول اللي بيأيدوني وواقفين معايا يا ترى يا هل ترى دول واقفين معايا اعجابا بشخصي حبا ليا لذات نفسي يعني ولا لذات نفس مصلحة ليهم؟ طب وانت تفرق معاك في ايه؟ قصدي يعني سيبك من الناس خليك معايا انا. انت ايه يا ست البنات؟ حبي ليك مش هو ده الاهم؟ هو ده برضو بيخليني هكذا دواليك يعني افكر هل حبك ليا ده اعجابا بشخصي الكريم لذات نفسي يعني؟ رايك في شيكتي يا بنتي؟ قمر يا بنت قمر. صباح الخير يا ام وسام. صباح الفل يا حبيبتي. انسه يا ابو حسين ممكن دقيقه لو سمحتي؟ طب بقول لك ايه انا هستناكي تحت بقى. صباح الخير. صباح الخير. وازاي الصحه كده؟ الحمد لله كده. تستاهل الحمد. والحاجه الوالده بخير؟ بخير الحمد لله. الله يكون في عونك. مش قد الشقة ده كله وانت لسه صغيرة. هو في حاجة؟ لا 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 ابدا مفيش حاجة. انا بس حبيت اطمن عليك. اصل انا واسحاق اخويا واحنا بنتكلم امبارح بالليل جات سيرة والدك الله يرحمه. اشمعنى يعني؟ لا ابدا بقول له انك بتشقي على امك واخواتك من صباحية ربنا وما بترجعيش من البوتيك الا نص الليل. فقال لي ان والدك الله يرحمه كان راجل طيب كان بالنسبة له اخ ووصاني عليك. متشكر عن اذنك. بقول لك ايه يا نسا ابو سينا ممكن تسالي الاخ طلال لو محتاج رساله قمصان بسعر ممتاز انا تحت امره. ماشي هساله. وفهميه طبعا ان انا ما بتعاملش مع اي حد. حاضر هقول له. بالمناسبه كمان انت ليكي عمولتك. على فكره يا نسا ابو سينا انت مبسوطه في الشغل عند الاخ طلال؟ الحمد لله ماشي الحال. ماشي الحال ولا مبسوطه؟ اصل هتفرق. تفرق ايه بقى؟ انت مالك اتخذت ليه كده؟ لا ابدا انا ما اقصدش حاجه انا بضحك معاكي. عن اذنك. اتفضلي. مع الف سلامه. كان عاوز ايه منك القمصانجي ده؟ مش عارفه بس انا الراجل ده مش مستريح حاله. ليه عمل لك ايه؟
صباح الخير يا عم شاذلي. صباح الخير يا بنات. كلمني كده بطريقة مش مريحة، وساطه صفرة وفيها خبز. يعني ايه مش فاهمة؟ قالك ايه يعني؟ سألني وهو بيغمز بعينيه، هو ماشي الحال عند طلال ولا مبسوطة؟ أصلها تفرق. طب وفيها ايه دي؟ مش عارفة، أنا خايفة يكون يعرف حاجة يا فيفي. حاجة؟ حاجة زي ايه يعني؟ يعني اللي بيعمله طلال. لا 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 لا، الكلام الفاضي ده، لا لا، هيعرف منين؟ مش جايز يا اختي، طلال هو اللي بيفتش السر. طلال؟ لا طبعا مش ممكن. مش ممكن ليه؟ مش ممكن لان طلال مش ممكن هو اللي يفضح نفسه. في رجاله بتتباهى بالحاجات دي، وبعدين الفضيحه هتبقى للبنت مش للراجل. بس بس بلاش الكلام الفاضي ده، طلال راجل تاجر كبير وله سمعته، ازاي بقى هو اللي يفضح نفسه؟ شيل الكلام الفاضي ده من دماغي. أنا عمري ما دخلت اسم بوليس قبل كده. أرجوك أرجوك يا حضرة الضابط تشوف لي حل يحميني منه. دولة هاني، أنا عايز أفهم الأول، عقد إيجار الشقة باسمه ولا باسمك؟ باسم والدي الباشا الله يرحمه. أنا بنت عبد العالي الدسوقي باشا، اللي كان رئيس وزراء كذا مرة قبل الثورة. وحضرتك مقيمة في الشقة دي من أمتى؟ من كم سنة كده الحقيقة مش فاكرة قد إيه. بالغريب أنا عنده شقة تانية في نفس العمارة مستعملها مكتب. طب حضرتك قلت في الأول أنا عايزة أحمي إقامتي، بمعنى إيه؟ ممكن توضحي لي أكتر؟ ما يتعرضش لي ويبطل يهددني بالطرد ويستفزني بتصرفاته البايخة اللي عايز يعملها. تصرفات بايخة؟ ممكن أعرف زي إيه؟ يعني عايز يجيب ستات بالليل ومن غير أي احترام لوجودي وشعوري. عايز يجيب ستات ولا بيجيب ستات فعلا؟ لا عايز، بس أنا اللي بمنعه. إحنا برضو يعني عيلة عريقة ولينا أخلاقنا ومبادئنا، ما نقبلش حاجة زي كده. بالنسبة لموضوع حيازتك للشقة وإجباره على تركها، ده مكان النظر فيه للقضاء، أما إحنا هنا في الاسم كل اللي نقدر نعمله لحضرتك إن إحنا نجيبه وناخد عليه تعهد بعدم التعرض لك مطلقا. أوكي، خد عليه تعهد. السلام عليكم، الأستاذ زكي عبد العالي الدسوقي موجود؟ موجود. لا ما خير، في طلب استدعى في الاسم. طلب استدعى بشأن ايه؟ ارحم يا رب. للسؤال في محضر. زكي بيع مش بتاع محاضر. زكي بيع عمره ما دخل اسمه ولا عمل حاجة ضد القانون. إلهي لا يسيئك، طمني بشأن ايه؟ في مشاكل بينه وبين اخته وعملت له محضر. سعادتك بيه. ايوه سعادتك. وخير ان شاء الله، يعني الامور هتيجي سليمه ان شاء الله، مفيش حاجه تقلق. وايه ده اللي خير؟ في ايه؟ لا ده امين الشرطه قال لي بعظمه لسانه انها حاجه هايفه. يعني امين شرطه ايه يا بني ادم؟ ما تنطق. اصل عايزين سعادتك في الاسم عشان اختك شكياك. اتفضل. أنا حاولت أعرف منه شكياك ليه، مرضيش يقولي. إنما هتكون شكياك ليه ده؟ أكيد مسألة هايفة، صح ولا غلط؟ بعدين مصارين البطن بتتخان والشيطان شاطر. يا نهار أسود، لا تكون دولة تشتكتني إن أنا سرقت الصيغة بتاعتها. لا يا سعادة البيه، استحالة ده يحصل يا سعادة البيه، هي ما تعملش كده أبد. هذا زمن الحق الضائع، لا يعرف مقتول من قاتله ولماذا قتله، ورؤوس الحيوانات على جثث الناس ورؤوس الناس على جثث الحيوانات. فتحسس رأسك، تحسس رأسك يا إسحاق. بكل أسف وأسى العكس هو اللي صحيح يا فندم، هي اللي طردتني من الشقة بعد ما كانت مجرد ضيفة. بس هي ذكرت في أقوالها إنها مقيمة في الشقة من سنين. كذب، هي ليها شقتها في جاردن سيتي
بعد ما ابنها هاجر ادعت انها حست بالوحده وطلبت انها تقعد معايا. زكي بيه، تفتكر هي ادعت العكس ليه؟ ايه؟ بالاستيلاء على الشقه طبعا. انا مندهش جدا من كل اقوالك. الشقه شقتك وموقفك سليم 100%. ايه اللي خلاك تستسلم للطرد؟ غريبه جدا، الاخلاق الطيبه بقت موضع دهشه. افهم من كده ان انت بتطلب منها انها ما تتعرضش ليك وتاخد عليها تعهد. تعهد؟ تفتكر حضرتك ان كلام مكتوب على ورق في محضر رسمي فيه ضمان؟ وضمان ليه؟ الاهانه حصلت خلاص والجرح نزيف ومش بسهوله يتوقف. وراح الاسم؟ راح يا مين؟ وانت يا اسحاق يا اخويا ما عرفتش كانوا عاوزينه ليه؟ اللي فهمته من كلامه انها عايزه تثبت انها مقيمه في الشقه من زمان وان هي الاحق بيها. وهو ناوي يعمل ايه؟ هيرفع عليها قضيه؟ لا، شكله كده هيستسلم للامر الواقع. راجل طيب مش عايز يسوق سمعتها اخلاق بشوات. ايوه يا اسحاق يا اخويا عندك حق، ما يستاهلش اللي بتعمله فيه ده. يبقى انا حسبتها صح، هو ناوي يفضل قاعد في المكتب. شكله كده، بس اتغير قوي يا مينا، بقى عصبي قوي وشارد كده على طول وحزين زي ما يكون كبر 20 سنة. في الحالة دي يا اسحاق يا اخويا ده يلزمه سكرتيرة تراعيه وتشوف مصالحه. انت مش هتقدر تقوم بكل حاجة. جس نبضه كده، انا عندي ليه واحدة 10/10. مين دي؟ بوسينة بنت السيد الطباخ الله يرحمه. وشمعنا بوسينة يعني؟ غلبانة وظروفهم وحشة وامها كلمتني هي أصلها تعبانة مع صاحب البوتيك اللي بتشتغل فيه، بيعملها وحش ما بيدهاش ما هي كويسة، وهي واخواتها كتير وظروفهم وحشة بعد أبوها ما مات الله يرحمه. ده غير كده بقى أنها شاطرة ولهلوبة وحلوة، يعني من النوع اللي يعجب زكي بيه. هو أكيد هيقدرها وحيديها ما هي أكبر بكتير من اللي بيدالها صاحب البوتيك. جس نبضه كده وشوفه. انت حنين يا مينا. مش عاوز بالله، مش معقول اللي بيحصل ده. ده شغل حواري. معقول الشغل ده يحصل في عمارة محترمة زي دي، عمارة يعقوبيان؟ أحسن امشي من هنا، مش عايز اشوفك تاني. انت فاهم مش عايز اشوفك تاني هنا خالص. مش عايز اشوف ايدي. ده ايه؟ انت جننتي؟ ده بيتي. لا مش بيتك، ده بيت ابويا الباشا المحترم اللي انت بتسيله سمعته كل يوم بتصرفاتك. يلا امشي من هنا، امشي من هنا، يلا امشي، اوعى ترجع تاني. انت فاهم؟ ده مؤاخذة يا سعادة البيه، بس كنت انا ومين اخويا كنا عايزينك في موضوع. موضوع يا اسحاق؟ وموضوع كده يعني. ما تنط يا اسحاق يا اخي، ما تنط، اتكلم. ايه هو ده ناقصك؟ لا يا سعاده البيه، اصل في واحده سكرتيره بنت ناس ومتعلمه وزي الفل، عايزك تشوفها سعادتك، لان انت في الظروف الوحشه دي محتاج سكرتيرة تبقى مسؤولة عنك. يا سلام، يعني انت قررت حاجتين، اولا ان انا محتاج لسكرتيرة، ثانيا فرضت عليا السكرتيرة دي. لا يا سعادة البيه، لا فرض ولا حاجة، ده سيادتك تؤمر بس. طيب خلاص، تبقى جيبها عشان اشوفها. ايوه كده يا سعادة البيه، حاضر. يعني انت قررت تشوفها. لونجار لونجار يا اسحاق. لا يا سعاده البيه، دي مش بيئه خالص، دي بنت ناس ومتعلمه. هو لونجار يعني بيئه يا اسحاق؟ يعني انا ممكن اقول عليك راجل لونجار؟ الحمد لله يا سعاده البيه ان انا غلطت عشان تسمعنا ضحكتك، وحشانة من زمان. يلا بقى وما تشيلش للدنيا هم. طيب طيب، روح دلوقتي وبعدين هقول لك هشوفها امتى. حاضر يا بي. شوف يا ستي، على مهلك كده واحكي لي حكايتك واحدة واحدة.
95. أنسة بوسينة. لحظة واحدة. اتفضل يا أنسة بوسينة. إيه الأخبار؟ أخبار إيه؟ عملت إيه؟ كلمت طلال؟ لا ما جاتش فرصة. ما فيش مشكلة، كلميه في أي وقت. بقول لك إيه يا أنسة بوسينة، هو طلال بيديكي كام في الشهر؟ بتسأل ليه؟ جاوبيني بس. 250 جنيه. إيه؟ 250 جنيه؟ دول ملاليم. إيه ده؟ حرام عليكي نفسك، بقى شقة طول النهار واقفة على رجليكي من صباحية ربنا لغاية بالليل، مستحملة رزالة الزباين ورزالته هو شخصيا. أنا أسمع إن طلال ده شخصية رخمة. أهي الشغلانة اللي لقيتها وخلاص. لا 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 لا، زعلتيني. أنتِ إمكانياتك أكبر من كده بكتير. إمكانياتي؟ أنت قصدك إيه؟ لا قصدي يعني إنك نشيطة وشاطرة ومتعلمة وكل الكفاءة. طب إيه رأيك أنا جايب لك شغلانة مش هتاخدي فيها أقل من 600 جنيه في الشهر؟ شغلانة إيه دي؟ سكرتيرة في مكتب زكي بيه. زكي بيه مين؟ زكي بيه الدسوقي اللي مكتبه في الدور التاني. ها إيه رأيك؟ مش عارفة أفكر. لا طيب فكري بس رد علي بسرعة، يستحسن بكرة على طول، أحسن فرصة تضيع مننا. على فكرة يا أنسة بوسينة، أنا عايز الموضوع ده يبقى بيني وبينك. طيب متشكرة. ازيك يا عم صابر؟ يسلم طريقك يا بنتي. يعني هو ده استهلاك الكهرباء بتاع الشقه كلها؟ شايف ايه يا استاذ، ده هي اوضه واحده، ولا عندي لا تلاجه ولا تلفزيون ولا راديو، وعايشه بلمبه واحده. عايشه بلمبه واحده ومع ذلك بتجيلك فاتوره الكهرباء ب 25 جنيه وبيدوفوا عليها 5 جنيه رسم النظافه، وانا جوزي ميت ومعاش ما بيكملش 100 جنيه، بدفع نصه في الادويه. بعيد عنك، يرضي مين ده؟ لا الصراحة ما يرضيش حد. على العموم أنا هكتب شكوى لوزير الكهرباء والطاقة ينظر لك بعين العطف، يشيل عنك حتى رسم النظافة ده. عنوانك إيه يا ستي؟ رأيي إن الموضوع مش محتاج تردد طبعاً. ليه بقى؟ هو إيه ده اللي ليه؟ ما هي أكبر ومعاملة أحسن. وعرفتي منين بقى إن المعاملة هتبقى أحسن؟ يا بنتي أنت هتغلبيني؟ مش انت اللي ألف مرة كنت متضايقة من طلال وعايزة تسيبيه وتمشي؟ أيوة، بس ده مش معناه إن لازم معاملة زكي الدسوقي تبقى أحسن. لا، معناه كده وأكتر. عارفة ليه؟ لأن زكي بيه ده راجل محترم وابن ناس وتعليمه عالي، أهله بشوات يا بيت، وتعلم برة. إيش جاب لي جاب بقى؟ أيوة يا فيفي، بس زي ما قلتلك قبل كده، انا مينا ده مش مستريحه له، حاسه انه حاسه ايه؟ ما تهدي بقى شويه، انت هتفضلي على طول موسوسه كده وفارده سوء النيه في الناس. وبعدين بقى بدماغك كده هيكون ايه وحش ورا الموضوع ده؟ خلاص انا هبلغ مينا دلوقتي ان انا موافقه، ومن بكره ان شاء الله انزل استلم الشغل عند ساكت تسوق. بس ضروري تبلغي طلال، ما تسيبهوش فجاه كده. ليه ان شاء الله؟ هو انا موظفه في حكومه عشان اقدم استقالتي؟ بس لازم لو كنت هتنسحبي بقى ما تضايقهوش عشان ما يلسنش عليكي. خلاص يا فيفي يا حبيبتي، انت بقى تقومي بالمهمه دي بالنيابه عني. يا هو انا يا بنت اتبنيتك؟ يا بنت هو انت الطولي؟ صباح الخير يا عم اسلام. صباح النور يا بنتي. ايه تعالي. انسه بوسينه يا زكي بيه بنت حلال، ابوها الله يرحمه كان راجل طيب ساكن معانا على السطوح، كان زي اخويا واكتر. صباح الخير يا سعاده البيه. صباح النور.
تعالي يا ابو سيد اعمل لنا قهوه يا اسحاق. حاضر. غريب قوي ان انا ما شفتكيش في العماره قبل كده. وحضرتك هتشوفني فين يعني؟ انا اصلي من سكان السطوح. طب وايه يعني؟ انا بشوف ناس كتير قوي من سكان السطوح في الاسانسير، زي مثلا طه، زي حامد. يمكن يعني عشان بنزل الشغل بدري وبرجع متاخر. اه وانتي كنت بتشتغلي ايه قبل كده؟ بياعه في بوتيك. بياعه في بوتيك؟ غريب قوي. انا عرفت من اسحاق انك متعلمه. ايوه انا معايا دبلوم تجاره، بس حضرتك بقى عارف ازمه البطاله، ده اللي معاهم بكالوريوسات دلوقتي مش لاقين شغل. ايوه عندك حق، الظروف صعبه قوي. انا سمعت عن واحده خريجه خدمه اجتماعيه ومعاها ماجستير في علم النفس، تشتغل تبع مكتب تخديم، عامله نظافه. انما قولي لي انت سبتي الشغل ليه؟ بصراحه اتخنقت من صاحب البوتيك. ايه؟ ما كانش بيعاملك كويس؟ لا، كان بيعاملنا كلنا وحش. عشان كده لما مينا قال لي ان حضرتك طالب سكرتيره وافقت على طول. طيب وانتي مين قال لك ان انا هعاملك كويس؟ انا متاكده. هو حضرتك يعني انا هعمل ايه هنا؟ مش عارف. نعم؟ زي ما بقول لك كده. طيب ايه رايك مثلا في حاله الفوضى اللي موجوده حوالينا دي؟ ما هو حضرتك فنان بقى. ادي بقى شغلتك يا ستي، انك تنظمي الفوضى دي، تنظميها لكن تحتفظي بيها، فاهمه؟ فاهمه، يعني تبقى فوضى منظمه. ايه ده؟ ايه الذكاء ده؟ يا سلام، يعني ذكاء وجمال مع بعض كتير مش كده؟ قوي. طب هو احنا يعني هنبدا بايه؟ يعني ممكن مثلا نبتدي بانك تعملي لي دفتر تليفونات جديد، تعملي لي فايلات جديده، تنظمي المكتبه دي. المكتب عندي فيه اوراق، تشوفي ايه المهم تخليه والمش مهم تتخلصي منه، تدفعي لي فواتير الكهرباء، الموبايل، حاجات كده يعني. لا اذا كان على كده تحت امرك. طيب كويس قوي. قولي لي بقى يا ستي طلباتك ايه؟ لا يعني ده اللي حضرتك تحدده. لا اللي حضرتك تحدديه. هو مينا كان قال يعني ان الماهيه 600 جنيه. مينا مين مينا ده يعني؟ موحد القطرين؟ لا ده اخو عم اسحاق. يا سلام، واخو عم اسحاق مينا ده هو اللي بيحدد يعني؟ انا مش عارفه، بس يعني افتكرت حضرتك متفق معاه على كده. طب عقابا ليه بقى وعشان ما يعملش كده تاني؟ انا هخليهم 700 جنيه. كويس كويس، ده كويس قوي، انا متشكره جدا. وانا كمان. انت كمان ايه؟ متشكر على الذكاء والجمال. فلترفعوا أصواتكم بكلمة الحق ليسمعها الذين وضعوا أيديهم في أيدي الأعداء. لن نستسلم للذين يباهون بأنهم سحقوا بغداد سحقا. لن نستسلم للذين يغتصبون فلسطين ويدنسون المسجد الأقصى. أيها الإخوة في الإسلام، ارفعوا أصواتكم عالية مدوية بكلمة الحق، قولوها معي ليسمعها الجميع. إسلامية 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 إسلامية. الجهاد الجهاد الجهاد. ارفعوا أصواتكم معي بكلمة الحق، لا لأمريكا، لا للحرب القذرة ضد أمتنا الإسلامية، لا للذين يدنسون المسجد الأقصى،
لا لقتل المسلم بيد المسلم. والله والله لنموتن قبل أن تكون أمة الإسلام لقمة سائغة في فم الأعداء. إسلامية 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 قد استخدموا القنابل المسيلة للدموع كستار للتموية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفاز بالشهادة أخوكم محمود حربي من كلية الحقوق، ونحن نحتسبه عند الله ونسأله تعالى أن يغفر ذنوبه جميعا وأن يكرم مثواه في الجنة إن شاء الله وأن يتغمده برحمته إن شاء الله. إن شاء الله. هذا تقييم سريع لأحداث اليوم. وما هي المهام المطلوبة في الفترة القادمة يا شيخ طار؟ من الغد علينا أن نقوم بالاتصال بجميع وكالات الأنباء الأجنبية لتأكيد خبر استشهاد محمود حربي، وهذه المهمة سوف أقوم بها أنا بنفسي ومعي الإخوة علي وعبد الله وطارق وخالد. وأنت يا علي مطلوب منك حالا أن تقوم بكتابة منشور مؤثر نلتزم به جميعا. وهو كذلك سأكتبه فورا. أما الإخوة فتحي وفضل والسيد عليهم تفقد أسر المعتقلين ومساعدتهم وتقديم وسائل العون المختلفة التي سنتفق عليها حالا إن شاء الله. إن شاء الله. وماذا أفعل أنا يا أخطار؟ أنت يا طه عليك كتابة عدد من مجلات الحائط وتعلقها في الصباح الباكر على جدران الكليات، تندد فيها بحملات الاعتقال وبمطاردة الأمن لنا. وعلينا من الغد أن نقوم بتنظيم مظاهرات جديدة تبدأ من مكان لا يتوقعه الأمن. سنحدد هذا المكان في نهاية الاجتماع إن شاء الله. إن شاء الله. ها، هل لديكم أسئلة أخرى؟ حشتني يا حبيبي، حشتني يا تامر قوي. أنا مش هسيبك تاني أبدا. ها، مش هسيبك. طب ممكن تسيبيه دلوقتي عشان نعرف نتكلم؟ تامر يا حبيبي تعالى مع تيتا عشان خالو ماما هيتكلموا مع بعض شويه. يعني ايه بقى مش هتسيبيه تاني؟ ايه ناوي على ايه؟ مش هو هددني انه يطلقني؟ خلاص يطلق، انا بقى هفضل هنا مع ابني. ما افتكرش يعني انه هيطلقك وهو عارف ان انت حامل. قصدك ايه؟ لو طلقك وانت حامل
هيبقى ملزم شرعا بالمولود، وباين من كلامك انه مش عاوز كده. ده عايزني اسقط نفسي، وانا لو انطبقت السماء على الارض انا عمري ما هعمل كده ابدا. ولا انت عايزني اسقط نفسي؟ مين قال كده؟ الاجهاض حرام طبعا، وفي ستات كتير قوي اعوذ بالله يعني وبعيد عننا وعن السامعين بيموتوا هما بيسقطوا نفسهم. وبعدين صدقني يا حمد، انا لو انا خلفت منه حياتي كلها هتتغير. كفايه بقى، كفايه ذل واهانه، كفايه. يعني ايه تتغير يا بنت وهو هيرضى كده؟ وحتى لو سابك هتبقى دي عيشه؟ لا يعني انا لو انا ما اتطلقتش وما سقطتش كمان نفسي ورجعت له، يبقى هترجع لي كرامتي، ومش هبقى بقى الست الغلبانه اللي اتجوزها المليونير عزام جري عشان ترضي كل رغباته وخلاص. انما هبقى ست محترمه، زوجة محترمة ما يقدرش ان هو يهنها. هبقى ام الولد، الولد ابن عزام، ابن الحاج عزام، وهخرج ادخل وانا شايلة كده على دراعي ابن الحاج عزام. حقي ده ولا مش حقي؟ انا اتمرمط، اتبهدلت كتير قوي، ولما هو تقدمني قلت خلاص احسبها كويس، جوازة قدام مصاريف ابني، وخدت بقى منه المهر وما لمستوش، وحطته في البنك باسم تامر، وقلت خلاص اي حاجة قصاد حاجة، هسيب تامر هنا في اسكندرية لوحده وابقى انا قبضت التمن، وقبلت ان انا اعيش لوحدي في بلد كبيرة معرفش فيها اي حد، وفي بيت واسع مخيف وانا لوحدي، والبيت ده مملوكش فيه اي حاجة. وقبلت كل ده ليه؟ عشان خاطر ابني كنت بستخبى من الناس كأني ست مجرمة ولا واحدة بطالة. عارف كل ليلة بالليل كنت بنور كل أنوار البيت عشان ما خافش، وأقعد على السرير أعيط من كتر ما ابني وحشني، وأول ما يجي السيد أقوم أتنفض وأغسل وشي وأمسح دموعي وأتزين له وألبس له وأضحك في وشه وأدي دوري بمنتهى الإتقان عشان ما حسوش بأي حاجة. قولي بقى، مش من حقي دلوقتي ولو مرة واحدة أحس إن أنا زوجة وأم؟ لعلمك بقى حملي ده مقابل عادل جدا لصبري الطويل، ومش هتنازل عنه أبدا مهما كان التمن، مش هتنازل مهما كان التمن، فاهمين؟ اسمعي يا حميدو، أختك غضبانة من جوزها وجد، وأنا عرفت منها كده إنها ما قالتلوش. ما هو ده العادي ياما، هتستأذنه يعني وتقول له بعد إذنك أنا غضبانة منك عند أهلي؟ يا ابني إحنا عايزين نقصر الشر، لو راح البيت ما لقاهاش مش عارفين ممكن يعمل إيه؟ مش عارف بقى، بس أنا شايف يعني إنه مش هيعرف يعمل حاجة طول ما هي حامل، وبصراحة ده سلاح في صالحها. هيضربها ويبهدلها ويعملها أوحش معاملة في الدنيا، لو عرف إنها اتنمرت عليه مش هيسكت، وإحنا مش هنقدر نقف قصاده. طب وإحنا في إيدينا نعمله إيه دلوقتي؟ على الاقل يا حبيبي كلمه في التليفون، عرفه انها عندنا، مش لازم يعرف ان احنا معصينها عليه. اليك كل شيء هاشم، وانا وسعاده الدنيا والاخره ورضا ربي. هيعود الي نقودي وتجارتي وعبيدي. Thank you.
ايوه يا باشا، اي خدمة؟ بعد اذنك، هو حميدو موجود؟ لا هو مش موجود دلوقتي، مش ورديته. طب هيجي الساعة كام؟ الساعة 2 ان شاء الله. معلش، ممكن تليفون بيته؟ لحظة واحدة اجيبه لسعادتك من جوه. لحظة بسرعة بس يا حبيبي. الو، ايوه موجود. ده نايم ما اقدرش اصحيه، ده راجع الساعة 6 الصبح من الشغل. هو مين اللي عاوزه؟ اهلا وسهلا يا بيه. طب دقيقه واحده هصحهولك. حميدو يا حميدو، حميدو ودي حميدو، اصحى يا ابني. ايه يما، في ايه؟ كلم فوزي بيه. فوزي بيه مين؟ ابن الحاج عزام. ابن الحاج عزام هنا يا ابني؟ مش هنا على التليفون. ايه ده، عايز ايه ده؟ مش عارفه يا ابني، بس هو قالي صحيهولي ضروري، اكيد حاجه خاصه باختك سعاد. استرها يا رب معانا، استرها يا رب. اهلا وسهلا، انا فوزي بيه. مش هينفع نتكلم في تليفون، تعالالي فورا، انت فاهم؟ اجي اجي فين ولا مؤاخذه؟ طب ما تتفضل حضرتك عندنا في البيت، ولا انتوا بتستعروا مننا للدرجه دي؟ كل ما تعزونا تقابلونا بره. يابا انا مستعجل، مش فاضي حكايه الزيارات والكلام ده كله. واعمل حسابك هتنزل معايا مصر، انت فاهم؟ حاضر حاضر. في ايه يا حميد؟ مش عارف ياما، بيقول لي عاوزني ضروري وعاوزني اروح معاه مصر. ليه، حصل ايه؟ مش عارف، بس شكله متعصب على الاخر. تكون حصلت حاجه وحشه، يكون عزام ضربها ولا اذاها ولا حاجه. استنى يا ابني لما البس واروح معاه. تيجي معايا فين بس يا امه؟ هاجي معاك مصر، اطمن على بنتي، انا قلبي وكلني عليها. وتامر، هتسيبي تامر لمين؟ هاخده معايا عشان يشوف امه وتطمن عليه. اوعى تكون طلقها يا ابني. الله، انت مش قلت له كده لما جه هنا؟ لو طلقها عاوزني انزل مصر ليه؟ كان بعتها هي وخلصنا. امال تفتكر ايه اللي حصل؟ اهدي اهدي يما وطمني، وانا هروح اشوف في ايه واتصل بيك اطمنك. اوعى تسافر مصر من غير ما تقولي في ايه. قبل ما تسافر تكلميني في التليفون يا حميد. ان شاء الله خير يما، طمني. لا اله الا الله، محمد رسول الله. يا ضلال، يا رب يا رب استرها معانا يا رب، ده احنا غلابه والله. السلام عليكم فوزي بيه. اهلا يا اخويا، اقعد. اتفضل. ايه ده؟ زي ما انت شايف، شيك ب 20,000 جنيه. بتاع ايه ده؟ المؤخر والنفقه بتوع اختك يا اخويا. هنعمل ايه بقى؟ احنا حسبناهم بما يرضي الله، وعليهم بوسه كمان. هو الحاج طلعها؟ امر الله بقى، هنعمل ايه؟ هي مصممه على الطلاق، والحاج حاول معاها كتير لكن مفيش فايده. مش معقول برضه الحاج يعني هيعيش معاها غصب عنها. كرامته ما تسمحش. يلا اخويا قوم معايا. على فين؟ على مصر طبعا. هيكون على فين يعني؟ يلا مصر. طب انا مش فاهم، انا هاجي مصر معاك ليه؟ تعالى معايا بس وانا هفهمك على كل حاجه. تعال تعال. هتسيب اختك ترجع لوحدها بهدومها وحاجتها اللي هناك دي؟ ترجع؟ ترجع فين؟ ترجع اسكندريه. ما هترجع فين يعني؟ انت مالك مستغرب قوي ليه كده؟ هي مش الفيلا اللي عايشه فيها في مصر دي تبقى فيلتها؟ لا يا سيدي، مش فيلتها. ازاي؟ مش يعني لا مؤاخذه يعني هي تبقى حاضنه؟ لا، ما هي خلاص ما بقتش حاضنه ولا حاجه. هي اصلها دلوقتي في المستشفى. مستشفى؟ ايه اللي حصل؟ امر الله بقى، هنعمل ايه؟ جالها نزيف جامد قوي، فطرنا وديها المستشفى وخلاص. ما بقتش حامل. سقطتوها؟ سقطتوها هي، مجنون انت. شوف يا حميدو، انا كان ممكن اطنش انا والحاج، وهي بقى لما تخرج المستشفى تبقى تكلمكم وتروحوا تاخدوها براحتكم. لكن دي لا اخلاقي ولا اخلاق الحاج عزام. عشان كده حبيت اجيب نفسي اسكندريه واخدك نروح المستشفى تطمن على اختك وترجعوا اسكندريه تاني. وخد بالك، اي دوشه او شوشره او صوت يعلى هناك، انت عارف احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ناس واصله وايدينا طايله. فهمتني يا حميدو؟ انا
فيه؟ الحمد لله على السلامة. ليه جبني هنا؟ انت ربنا كرمك ولحقناكي، انت كان عندك نزيف جامد. لا انا ما كانش عندي نزيف. انتي كدابة، انتي كدابة كده برضو. الله يسامحك، احنا غلطانين. تعالي هنا. انتي رايحة فين؟ انتوا سقطتوني صح؟ سقطتوني غصب عني مش كده؟ تعالي حاولتي تيجوا في 60 داهية، انا هبلغ البوليس. سقطتك ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ يا دكتور يا دكتور. حاضر يا دكتور. في ايه يا مدام؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ خير ايه؟ خير ايه؟ انا كنت حامل، كنت حامل وانتوا سقطتوني، سقطتوني غصب عني. يا مدام حضرتك كان عندك نزيف. كدابين، كلكم كدابين. انا ما كانش عندي نزيف، انتوا اللي سقطتوني. يا مدام ما حصلش الانفعال ده، ممكن يأذيكم. ده انا اللي هأذيكم، هأذيكم واوديكم في 60 ده ايه، وهبلغ عنكم البوليس وهقفل لكم المستشفى. انت يا مدام ابعدي عني. انت كمان ابعدي عني. يا دكتور هنعمل ايه؟ طبعا حميدو خش لها انت، اطمن عليها يا اخويا. خش اطمن عليها. الف سلام. الف سلام. هو في حاجه ولا ايه؟ سايره جدا، بعد ما فاقت وعرفت بتهدد بالبوليس. لو سمحت اتصرف بسرعه، انا مش عايز مشاكل. تلاقيش انا هتصرف. ايوه حاج. لا لسه شويه. لسه ايه يا ابني؟ سكتها باي طريقه ولم الموضوع ده بسرعه. ثم انا مش عايزها تسيب الاوضه الا لما الموضوع ده يخلص نهائي بتاتا البتة. وبعدين افهم بقى، انا مش عايز شبوره حوالين الموضوع ده، مش عايز كلام ودياول وحاجات من دي. الموضوع يخلص ليس الا. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج، ما تقلقش انت، انا هتصرف. مع السلامة. معلش يا سعاد، كل شيء اسمه نصيب بقى، هنعمل ايه؟ بس برضه كان في اتفاق بينك وبين الحاج عزام، وانت بوظت الاتفاق ده، يبقى خلاص البادي اصلا بقى. البادي اصلا؟ ده انتوا اللي ظلم. ربنا ينتقم منك انت وابوك، ربنا ينتقم منكم يا مجرمين. اخرصي ووطي صوتك ده، مع طولة لسانك وقلة ادبك دي. لكن برضه الحاج عزام عاملك بما يرضي الله. وبعدين في ايه يعني؟ جالك نزيف وكنت هتموتي، نقلناك المستشفى. نعمل ايه؟ الدكتور اضطر انه يعمل لك عملية اجهاض، يعني يسيبك تموت يعني ولا ايه؟ كذاب، كلكم كذابين. هو اللي كان عايز يسقطني وانا ما رضيتش، سقطني غصب عني. من كل الله، من كل الله يا ظلمة. قلت لك اخرصي ووطي صوتك. بعدين ورق المستشفى موجود وتقرير الدكتور كمان. ما تقول لها حاجة عم حميده. اسمعي يا سعاد، الحاج عزام خلاص طلقك واداكي حقك وبزيادة كمان، والرئيس حميده معاه شيك بالزيادة، حساب المستشفى كله اندفع. ان شاء الله تخلصي الهصة دي وتطلعي، هتلاقي عربية مستنياكي وبحاجتك وعلى اسكندرية عدل يا اختي. ماشي؟ انا مستنيك بره الرئيس حميده. يلا. من كل الله يا ظلمة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ظلمة، يا مكرمين يا مكرمين. يا
عقل اختك ريس حميدو، اختك عناديه ودماغها ناشفه وخلاص الليله خلصت وحقها وصلها على دير مليم. يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وزي ما قلت لك قبل كده احنا ناس طايله وايدينا واصله، يعني لو عملتوا بقى هيصه ودوشه والجو ده هنأذيكم وهنأذيكم قوي كمان. فهمتنا يا ريس حميدو؟ الف سلام علي يا الله. معلش. السلام عليكم. اه اللي قدامي ده. ايوه الحمد لله بالسلامه يا ابني، انا مش مصدق عيني. الحمد لله بالسلامه يا طه. ليه عملت كده يا ابني؟ ليه يا طه؟ انا كنت خايف اموت قبل ما اشوفك. تعال تعال دمك هترد فيها الروح لما تشوفك. انا وهي ما شفناش النوب من ساعتها. تعال تعال حبيبي تعال. تعال كنت فين؟ ده انا سالت عليك في كل حته، سالت كل الناس، سالت في السجون، سالت في المحافظه، ما خليتش حد، ما فيش مكان ما رحتوش يا طه. هما خدوك فين يا ابني وسابوك انت؟ تعال تعال يا ابن عمري، تعال تعال يا طه تعال. ان شاء الله امك يا حبيبي منهم لله المفترين، منهم لله الظلمه. هو اللي ظلم نفسه وظلمنا معاه يا ام طه. اياك ده يكون درس قاسي لك يفوقك من اللي انت فيه يا ابني. مش وقته الكلام ده يا ابو طه، مش وقته. المهم ابن بطني رجع لي، رجع لي. عشتني قوي يا حبيبي، عشتني قوي. الغيبه طالت طالت قوي قوي يا ضنايا. مش وقته الكلام ده يا ابو طه. لا لا ده وقته يا ام طه، وقته ونص. انا يا ابني مش عايز اعرف هم عملوا معاك ايه، قد ما انا عايزك دلوقتي ترجع لعقلك. سامعني؟ ترجع لعقلك يا طه، واعرف ان اصحابك اصحاب السوق دول اللي جرجروك في سكه غلط ما فهموكش ان الدين والشرع ما بيقولوش ان الارهاب والعنف ممكن يحل مشاكل العباد. ابعد عنهم يا ابني، ابعد عنهم.
واحلى أدائك وارجع لكليتك وشوف مستقبلك بقى يا ابني. ده المثل بيقول الوحدة خير من جليس السوء. أنا خلاص خلاص يا طه مش هنصحك تاني، بس يا ابني بعد كده حض الله ما بيني وما بينك، وكل واحد يا ابني متعلق من عرقه. يا ابني يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم لك الحمد يا ربي ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. صباح الخير يا طه. خير؟ أيوة خير يا ابني، والخير بالخير والشر بالشر. تعرف كده كويس ولا لا؟ أنا ما عملت الشر يا ابني. لا بس شفت الشر وما بعدتش عنه. أبوك عنده حق يا طه، يا ابني باب مقفول شر مطرود، واللي يقف وسط العفرة بتيجي على دماغه. قوم يا ابني قوم الله يهديك، وروح الجامعة بتاعتك وشوف ايه اللي فاتك، منتظم في دراستك بقى. يلا انا مش قاعد انصحك كل ساعة والتانية. انزلت وبطاها وسيبولي انا، انا يا اخويا هأكله ولبسه زي العيال الصغيرين بالظبط. روح انت شغلك يا اخويا. حاضر ربنا يهدي. يلا يا حبيبي قوم اتشطف كده عمال ما اجهز لك الفطار. سيبيني يا ام انا ماليش نفس. وبعدها لك يا طه، هتفضل على كده لامتى؟ لحد ما اموت. ما تشر عليك يا ابني، ده الحي ماله قاتل. يعني ايه يا ام؟ يعني الاجل ده بتاع ربنا، وانت مؤمن وعارف محدش بيموت ناقص عمر. استهدى بالله يا ابني، الحبسه والتوه دي مش هيجيبوا لك نتيجه خالص. يا ابني ما تقلقناش عليك اكتر ما احنا قلقانين. يلا يا ضنايا يلا يا حبيبي، استهدى كده بالله وقوم روح كليتك وعوض كل اللي فاتك. انت طول عمرك شاطر وبتحب الاعلام، عشان خاطر امك عشان خاطر امك يا ضنايا. يلا قوم. سيبيني لوحدي يا ام، عشان خاطري سيبيني لوحدي. ربنا يهدي لك نفسك يا ابني. لازم يبقى مفهوم ان في شرط التعاقد ما بين الهيئه وما بين الشركات الفائزه ان الهيئه هتوصل المرافق لحدود الارض، اما المرافق الداخليه هتوصلها الشركات الفائزه. دي ملحوظه جديره بالاهتمام. لازم نفهم ان المزايده انجاز. اي والله انجاز، وانجاز كبير جدا لازم نقف جنبه ونسنده عشان نثبت ان هذه الحكومه حكومة إنجازات وأرقام. أنا شايف إن السماح للشركات الفائزة بالأراضي المشروع بالتقسيط على 10 سنوات ده جانب سلبي في المشروع. سلبي في المشروع؟ سيادة النائب بيتكلم كلام كده مرسل وعلى عواهنه. لا يا سيادة النائب، إحنا لازم نتكلم بأسلوب علمي. الدولة بتتبع خطط علمية، خطط طويلة وخطط قصيرة المدى، وفي اللحظة الآنية الدولة مش محتاجة لهذه الأموال، ولما تحتاجها حسب الخطط اللي هي وضعها هتلاقيها. أنا طبعاً مع احترامي الشديد لتجربة وعبقرية وعظمة سعادة النائب العظيم الفولي بيه، بس أنا عايز أقول حاجة. مش عايزين يا أخوانا نضرب أخماس في أسداس، مش عايزين نحط العربية قبل الحصان، بمعنى إنه لازم يكون واضح وبمنتهى الشفافية ويعلم من هنا من داخل المجلس الموقر ومن تحت القبة المكرمة الشريفة العظيمة دي إن هذا المشروع لهدف وحيد،
إن إحنا بنبيع أراضي في الصحراء بأعلى سعر لتطوير العشوائيات ليس إلا. لغاية ما قامت الثورة هنا بقى كان في مطعم صاحبه راجل يوناني عجوز كان بيعمل أكل زي الفل. هنا كان في كوافير باردون وهنا كان في بار. هناك كان في محل بيبيع فرير جاكيتات بلاطي فرو للستات اللي زي القمر اللي كانوا داخلين طالعين عليه. المحلات كلها كانت فخمة نظيفة حلوة. كل اللي بيتعرض فيها جاي من لندن أو من باريس. بصي بصي الطراز المعماري البديع، عمارة فخمة شيك. بصي 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 الوشوش اللي بتزين البلكونات دي كلها وجوه إغريقية منحوتة في الحجر. مفيش بني آدم ولا متر مربع من العمارة دي أنا معرفش تاريخه. أنا عشت في العمارة دي أحلى أيام حياتي، أجمل سنين عمري. بس عارفة يا أبو سينا، أنا عندي إحساس غريب جدا إن العمارة دي لو جرى لها أي حاجة اتهدت أو وقعت مثلا، هو ده هيبقى نفس اليوم اللي أنا هموت فيه. عارفة ليه؟ لأن عمارة يعقوبيان دي آخر حاجة حلوة بقت موجودة دلوقتي، الباقي كله بشع قبيح دميم، كله بقى عشوائيات عشوائيات عشوائيات. تحيا عمارة يعقوبيان، تحيا عمارة يعقوبيان. زكي بيه انت تعبان، يلا نطلع. تحيا عمارة يعقوبيان، تحيا عمارة يعقوبيان، تحيا عمارة يعقوبيان، تحيا عمارة يعقوبيان، تحيا عمارة يعقوبيان. عليا
فكره انا زعلانه منك قوي. انت كويس؟ حاسس ان انت تعبان؟ اعملك قهوه؟ اجيب لك تشرب؟ ويسكي. ويسكي ايه بس؟ مش عايز طب اشرب حبه كمان. حسينة. نعم. انت رحتي فين؟ انا جايه على طول، دقيقه واحده. الفيلم الامريكاني ده المساله مش مستاهله يعني، ده ايه سلم واستلم لا اكتر ولا اقل، ولا ايه سعادتك؟ سلم الشرط. هو بعد اذنك الشيك الاول. لو سمحت. افتح. لا بعد اذن سعادتك الشيك الاول. اتفضل الشيك. سلام عليكم. يا نهار اسود امسكوا. اصل الدكتور سعادتك كتب لي على شيكات، شيك قبل ما افطر وشيك قبل الهرب. تسمح لي اهرب؟ ايوه يا عزام انا مهران. يبقى روح استلم جثه السالك. يعني ايه؟ مات سالك؟ مات. احتمال يكون لسه في نفس. اسمع يا عزام، لو حصل ده مره تانيه انت كمان هتحصله، وهخليك عبره لمن لا يعتبر، ولا يهمني حصانه ولا غيره. اسمع، مش عايز اشوفك في اي حته انا بروح فيها. شرس الراجل مهران ده، شرس قوي، ما عندوش قلب ولا انسانيه. ده يخش في الازاز كده من غير ما يهمه. قول يا حاج، موت السالك قتله؟ لا مش للدرجه دي، بس واضح ان هم رصوه علقه موت اكيد. ولو ان انا بتاعي السالك ده لا يمكن يجرى له حاجه، ده تلاقيه هيقوم منها زي العصفوره. تلاقيه دلوقتي واقف قدام عمارتي عبيان عمال يتنطط في الشارع. وانت زعلان قوي يا اخ منواني عشان نبشت في عمود نور؟ انت اصلا ايه اللي خلاك تسوق عربيه وانت ما بتعرفش تسوق؟ ده انت كويس قوي انك لسه عايش. عايش؟ يا ريتني كنت مت. ده انا هخش السجن، ده العربيه انتهت، دي مراتي وعيالي هيشردوا. ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام الجامد ده؟ ايه يا عم في ايه وتخش السجن ليه؟ وانت قتلت حد قبل ما تخبط في عمود النور؟ اصل العربيه دي اشتريتها علشان اعملها تاكس، عشان اكل منها عيش بعد الشركه ما استغنوا عني اللي كنت شغال معاهم. يا نقيم، هم استغنوا عنك؟ يلا في داهيه. سلامتك يا بس. يا ست بالله، من معها بقى انت داخله على مصلحه، انت داخله على مصلحه.
المستشفى تطمني عليا وترجع لقلبي، اتفقنا؟ بعدين انت مش كبير وانا مش ده موضوعنا دلوقتي، المهم ايه اللي عامل فيك كده؟ باختصار الحاج عزام بعتني للناس بتوع الصفقه اياها اللي قلت لك عليها، الناس دول طلعوا مجرمين وحراميه، خدوا شنطه الفلوس اللي معايا كان فيها 10 مليون جنيه ونزلوا فيا طحن. يا لهوي، وبتقولي الحاج عزام ما جاش يزورك ليه؟ يزورك يا سعيد، ده هيوديك السجن ليه كده يا سعيد؟ يا مسبتك يا وصي، يا مسبت انا اسكتي بقى يا بنت، يا بنت انت هتعدد عليا وانا عايش، وبعدين سجن ايه اللي هاخده؟ لا لا ما فيهاش سجن ولا حاجه، هشرح لك بعدين. المهم دلوقتي عايزك تروحي للحاج عزام وتقولي له يكتبني شيك بمبلغ كبير، مبلغ في تعويض مناسب للي فيه ده، ماشي؟ طبعا بين مصاريف المستشفى ومصاريف العلاج والادويه وبوكي ورد. طب حاضر، المهم عايزه اقول لك حاجه، في داهيه العموله يا حبيبي، فداك، انا مش عايزه غيرك انت، انا ماليش غيرك يا سعيد، صحتك بالدنيا يا حبيبي. قصدك ان فاضل من صحتي؟ ايوه، عموما ما تلاقيش، اوعى تفتكني ان انا لما هخرج من المستشفى هدور على الناس دي وانتقم منهم، لا لا دي مش اخلاقي خالص، لا لا تنعيش. المهم انت تروح دلوقتي الحاج عزام وترجعي بسرعه تطمنيني. حاضر حاضر يا حبيبي. خف ايدك. مسافه السكه. خف ايدك. يا عيني يا حبيبي، معلش كنت في سكه فوزيه. يا اخ منواني، كملني بقى، ايه اللي حصل بعد ما اشتريت العربية؟ كان فاضل على سعرها 20,000 وصلات أمانة، يعني كل شهر أدفع 1,400 جنيه. وطبعا أنت ما معكش؟ ولا عندي حاجة أبيعها، ولا العفش كمان يجيب ربع المبلغ ده، كفاية كمان مصاريف المستشفى والشرايح اللي هركبها والمسامير، مش عارف أعمل إيه، أجيب منين كل ده؟ لا 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 يا اخ منواني، انا مش معاك في حكايه ان انت مش لاقي حاجه تبيعها دي، لا انت عندك حاجات تبيعها. عندي ايه؟ عندك كليتك. كليتي؟ عاوزني ابيع كليتي ازاي؟ لا ازاي دي شبه علي انا. يا راجل، هو معقوله يبقى السجن من امامك وكليتك من ورائك وتحتار؟ بص انت معاك سعيد السانك هيحل لنا كل حاجه، انت قول بس وانا هجيب لك الدكاتره حالا، اتفق معاهم على سعر مغري. ايه ده يا عزام؟ ما هو انت يا اما مجنون يا اما مش عارف انك انت بتكلم كمال الفولي. اوعى عقلك يكون مصور لك اني مجرد سمسار او وسيط في الصفقه. عفوا سعاده الباشا، من يقول كده؟ المعلومات محفوظه وسعادتك فوق راسي من فوق، بس عدم مؤاخذه انا مش فاهم يعني هو ايه اللي مطلوب مني بالظبط. اتفضل. العقد ده اقراه كويس وامضي طرف طوال. خد اقراه فوزي. ومين ده اللي هيملي طرف اول يا كمال بيه؟ والدك. والدي؟ الحقيقة أنا مش فاهم حاجة خالص. والدي يمثل الطرف التاني، لكن أنا اللي همضي مكانه. والعقد ده بيحدد نسبة أرباح بيننا. نسبة أرباح؟ نسبة أرباح في إيه عدم المؤاخذة؟ يعني معلش عشان أبقى فاهم، نسبة أرباح في إيه؟ هو سعادتك شريك؟ تقدر تعتبرني كده. شريك؟ أيوه. شريك وليا ربع الأرباح. شريك وبالربع؟ يا أخي ما انت عارف. الله، مش انا سبق وقلت لك انا بيبقى دوري ايه في الحالات دي؟ الحقيقه يا سعاده الباشا انا مش فاهم. هو ايه اللي انت مش فاهمه بالظبط؟ الشراكه ولا نسبه الارباح؟
للنين. انا ما بساومش يا عزام. يعني خلاص خلي العقد معاك وما تمضيهوش دلوقتي. اقرا كويس وفكر فيه وابقى اتصل بيا. شرفت. مع السلامة يا عزام. ده شغل لوي دراع ده. الله دي بلطجة بصراحة بقى. ده شيء في منتهى الوقاحة يا حاج. ده ابتزاز عيني عينك. وبعدين زودها والجدع ده. ده فاهم ان انا حيطة مايلة ليس الا. طب وانت ناوي تعمل ايه يا حاج؟ لسه هتفكر؟ افكر في ايه؟ طبعا ده كلام فارغ على جبتتي. بقولك ايه؟ قطع العقد ده. قطع العقد؟ طب وبعدين؟ ادفع ربع الارباح. ده جنان. حد يفكر كده؟ لا طبعا. بس انا شايف يعني ان احنا ندور على طريقه نسكته بيها. الراجل ده نبوه ازرق واحنا مش عايزين مشاكل ولا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال نحاول اهدى وافكر. ايه ده؟ معقوله 10 شمعات بس؟ طب ده عمرك الحقيقي بالنسبه لي، عمر قلبك. انت قصدك تقولي ان قلبي وقلبي بعمرهم واحد؟ اطمن، الفرق بينهم مش كبير. ايوه على رايك. ايه يعني الكام شعرايه البيض اللي فوق راسي دول؟ كام شعرايه البيض؟ ده انا بموت فيهم. يلا نطفي الشمع. لا هنغني الاول. يلا. هابي بيرثداي تو مي، هابي بيرثداي تو مي، هابي بيرثداي تو زكي، هابي بيرثداي تو مي. عقبال مليون سنة. الله ميرسي بوكو يا حبيبتي. انت فعلا ذوقك يجنن. زي ذوقك. ما انا قلت مش معقولة تحتفل بعيد ميلادي وانا ما احتفلش بعيد ميلادك. انت عارفة ان ده احلى عيد ميلاد انا احتفلت بيه في حياتي. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان ما كانش في الحسبان. عيد ميلادك ما كانش في الحسبان؟ لا، الحب زي الشعر، ميلاد بلا حسبان. بحبك. وانت حبك ليا هدية من الدنيا. أنا كمان، بس أنا عايزك تسمعي كلامه. الحب؟ وعايزك تحطي جوه عينيكي وتصوني. الحب. عارفة؟ ساعتها مش هنخاف من حاجة أبدا، وكل شيء هيهون مادام انتي معايا. أنا معك للأبد. والله يا كمال بيه ومليك علي عرفان، أنا حاولت مع الجماعة اليابانيين دول، اتحايلت عليهم، ضغطت عليهم، بوست ايديهم، مفيش فايدة. راسهم وألف جزمة قديمة، ده بينهم خواجات. أنا إن كان عليا محبب عليا. بعدين معاك يا عزام، أنا ما عنديش وقت أضيعه معاك. من الآخر كده، هتمضي على العقد ولا لأ؟ العقد؟ يا وسعة الباشا، بس أنا غلبان، أنا غلبان بجد. وبعدين ورايا بيوت مفتوحة وبقى عايزة تاكل. أنا هقول ساعتك حاجة، أنا ممكن أبحبح شوية الجوع اللي هندفعه. انا ممكن اخليهم 10 قنارب، ادفع 10 مليون، انما حكايه النسبه دي كتير. النسبه دي ثابته عليك وعلى غيرك، واي بيزنس زي التوكيل بتاعك ده اللي بالمليارات بندخل فيه شركه بنسبه الربع. بعدين يا اخي احنا بناخد النسبه دي مقابل شغل مش ابتزاز يعني. طيب عدم المؤاخذة يا سعادة الباشا، ايه هو الشغل اللي بتعملوه ده؟ بنحميك يا اخي، بنحميك من الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي والرقابة الإدارية وألف جهة تانية وجهة
يقدروا يوقفوا المشروع بتاعك ده في ثانية واحدة ويضيعوك. وبعدين احمد ربنا ان احنا وافقنا ان احنا نشتغل معاك. انت شغلك قذر. انا قذر؟ ايوه طبعا. امال انت فاهم ايه؟ ان شغلك ده شغل شريف؟ انت ايه؟ عبيط يا اخويا ولا بتستعبط؟ احنا عندنا معلومات اكيدة انك انت بتشتغل في البودرة. بودرة؟ بودرة ايه؟ لا لا، دي طوبة متلفقة، ده تلفيق، انا لا اسمح. وبعدين انا اتحدى اي حد. الزم حدودك، ومش انت الشخص اللي تسمح ولا ما تسمحش. دي تهمة متلفقة، دي تلفيق تهم. احنا ممكن يكون في مشكلة بيننا ولا خلاف حوالين صفقة ولا نسبة ولا عمولة، انما ما توصلش لتلفيق التهم. وبعدين بصراحة ربنا البلد دي فيها قانون. اه طبعا في قانون، وإلا تبقى المسألة فوضى. وكله بالقانون، واحنا بلد سيادة القانون. اي والله احنا بلد سيادة القانون. اتفضل يا فندم. اتفضل يا عزام، الملف ده عليه اسمك. هتلاقي فيه صور تقارير عن نشاطك، تحريات امن دولة ومكافحة المخدرات والمباحث العامة، كلها صور موجودة عندك، هتلاقيها. وكلها عندنا، وكلها موقفينها. وأنا أقدر، قصدي إحنا نقدر نحركها، وممكن كمان نشتغل بيها ونضيعك. تلفيق تلفيق، كل ده تلفيق. وباقي المستندات اللي موجودة في الملف يا عزام كلها برضه تلفيق؟ مستندات ايه يا سعادة الباشا؟ ايه ده يا عزام، واقرا الملف كويس. هتلاقي عندك مستندات تثبت حصولك على تسهيلات ائتمانية من البنوك وبدون ضمانات. وهتلاقي كمان عقود مزورة واستيلاء على أراضي وأملاك الدولة وتهرب ضريبي. اقرا الملف كويس يا عزام، وذاكره واحفظه. وفي اخر الملف هتلاقي نسخه من عقد الشركه اللي بيننا وبينك. واحمد ربنا يا اخي، احنا ما طلبناش النص ولا الثلاث ارباع، ده كل اللي احنا طالبينه الربع بس. اقرا العقد كويس يا عزام وفكر، وإذا حبيت وقع لي.